عيان حامل حامل بس ما عندهاش فينا صوم وانجوليز. انا عايز اخليها ما يجيلهاش فينا صوم وانجوليز. النص ده من الدرس اسمه ايه؟ اسمه برونكس بروفيلاكس. ده النص الاولاني. النص الثاني من الدرس ده اسمه تريتمنت او فينس او مانجمنت. بلاش تريتمنت، مانجمنت او فينس ترومبو امبوليك ديزيزز اللي هما الدي بي تي والبلمونري امبوليك. جاي احنا عندنا درس ده بسيط. بص الاولاني ازاي العيان الحامل ما يجيلهاش دي بي تي والبلمونري امبوليك، النص الثاني. طب لو قالها دي بي تي والبلمونري امبوليك عليك هات كويس كده. طيب تعالى في الحته بتاعه برومبو بروفيلاكس. ازاي اولا خلينا نتكلم على حاجه، هل الحمل بيعلي ولا بيوطي الانسلنس بتاع البرومبو بروفيلاكس؟ بيزوده قد ايه؟ خمس مرات. العيانين لايبل فور فينس برومبو بروفيلاكس بتكلم بريجنسي خمس مرات قد النون بريجننت، وده ليه؟ عشان زيادة الكلوتنج فاكتور اللي هما 1972 بتوع الليفل، عارفين الاستروجين بيعفط الليفل، كمان البروتين سي و اس اكتيفيتي بتقل، كمان البليتلت اكتيفيشن بتزيد، كل الكلام ده بيخلي في 5 تايمز انكريز في اللايبيلتي فور فينس ترومبوليزم. طب صديقي صديقي هو ليه ربنا عامل كده؟ عامل كده ليه؟ عشان ما يبقاش فيه بوست بارتم هيموج، مش عامله عشان عايزين يموتوا، انما عنده عشان ما يبقاش في بوست بارتم هيموج. بس زي ما اتفقنا ده سلاح ذو حدين. زي ما ليه حد بيقول ان انا بحميك من الفينس ترومبوليز ليه سوري بحميك من البوست بارتم هيموج، ليه حد تاني بيقول بنزود الانسلنس او فينس ترومبوليز هيموج. نتعلم ازاي مع الكلام ده؟ اول حاجه بقى ايفاليويت العيانين الحوامل فور ريسك او فينس ترومبوليزم. اولا هم كلهم حوامل اصلا ده ريسك. ببتدي اخد منهم هيستوري اشوف عندي ريسك فاكتور في الثانيه ولا لا. باخد منهم هيستوري جدا. ومبكري. ومع كل بريجنسي ايفنت كتير بيحصل. عشان كده انتوا عارفين ار ان اي في سي سي، عارفين بتاع دي؟ الفيل دي ايه؟ لما تقراها بقى في الكتاب كان مكتوب ايه؟ Evaluation of the risk of venous thromboembolism and need for thromboprophylaxis. الجملة بتتقال كده. يعني لما حصل pregnancy event دي زي pregnancy او abruption او اي حاجة. ابتديت ايفاليويت الاول for the risk of venous thromboembolism عشان اشوف انا محتاج thromboprophylaxis ولا لا. واضحة الفكرة؟ يبقى من ايفاليويت امتى يا ولاد؟ من ايفاليويت اون بوكينج ومعايا بريجنسي ايه؟ ايفاليويت. طيب ايه الحاجات اللي انا بسال عليها عشان اشوف الريسك؟ في عندي ثلاث مجموعات رئيسيه او هم اربع مجموعات يعني، بس المجموعتين التانيين ده بعض. المجموعه الاولانيه اسمها بريفيوس فينس ترومبوليزم. ودي اول مجموعه بسال عليها. هل العيان جالها قبل كده في مصروف والبوليست جالك هو ولا لا؟ لا. هنا في كذا درجه من البريفيوس في مصروف والبوليست. اعلاهم الريكارد. يعني واحده جالها كذا مره قبل كده في مصروف والبوليست. فكره ان جالها مع البريفيوس تبقى هايلي لايكلي، صح ولا لا؟ يليها مين؟ يليها الان بروفوك او الاستروجين ديبندنت. دول زي بعض الاثنين. بعد يقول لي استروجين ديبندنت دي مفهوم ان عيانه كانها قبل كده فينس ترومبوليزم وهي حامل، ده استروجين ديبندنت. جالها قبل كده فينس ترومبوليزم لما خدت سيوسيس، ده استروجين ايه؟ ديبندنت. امال ايه انبروفوك؟ عشان نفهم يعني ايه انبروفوك نفهم المرحله اللي بعد كده اللي اسمها بروفوك. اه صحيح يا دكتور، هو يعني ايه بروفوك؟
يعني لما واحدة رجلها تتكسر وتقعد في السرير شهرين كده دي بي دي ده اسمه بروفوك. ده كان في سبب مقنع ان العيانة راحت الشغل الصبح على رجليها ما رجعتش على رجليها عشان جابها دي بي دي ده اسمه ان ايه بروفوك. يعني بيجيلها على روحها كده من غير اي سبب. مفهوم ولا لا؟ يبقى تاني كلمة ان بروفوك يعني بروفوكيشن يعني حاجة عملية ريسك فاكتور. فان بروفوك يعني من غير اي ريسك فاكتور بدون سبب. يبقى اعلى مرحله في البريفيوس فينوس رونج ويف اسمها مين؟ ريكارد. يليها مين؟ الامبروفوكد والاستروجين ايه تبدل. يليها مين؟ الكولون. اقلهم بقى على الاطلاق اللي هي فكره الخصوبه الفاميلي هيستوري. يعني هي ما جالهاش بس ابوها او امها او حد في عيلتها بيجي لها فينوس رونج ويف امبوليس. يبقى ايه الاربع درجات من البريفيوس فينوس رونج ويف اعلى حاجه فيهم مين؟ ريكارد. يعني انا اقول لكم ايه اللي بيتبدل شيء بروفوك واقلهم الخصوبه الفاميلي ايه. طيب رقم 2 بسال على الثرومبوفيليا. يعني ايه اولاد ثرومبوفيليا؟ كلمه ثرومبوفيليا يعني ايه؟ انكريز لايبيليتي فور ثرومبوزس صح ديو تو بيرمننت ايدنتيفايبل كوز. بص التعريف قائم على مقامات. اول حاجه ثرومبوفيليا انكريز لايبيليتي فور ثرومبوزس صح. بس دي مش ثرومبوفيليا. ليه؟ لو واحده رجلها اتكسرت وجالها دي بي دي هل ثرومبوفيليا؟ لا، لازم السبب يبقى بيرمننت صح. ايدنتيفايبل يعني عرفته. اصل هو لو ما عرفتوش يبقى هو ده ريكارنت بريفيوس فينوس ثرومبوليزم. مفهوم ولا لا؟ يبقى التعريف بيقول ايه؟ ها انكريز لايبيليتي فور ثرومبوزس ديو تو ايه؟ بيرمننت ايدنتيفايبل كوز. طب increase liability for thrombosis with skit due to permanent cause skit what's identified؟ عارف ازاي ده؟ طالما هو مش identified هنقدر نجيب بس thrombosis. يبقى دي لما هنا بتكلم مع عيانين. طب لو عرفته اجيبه هنا بقى في thrombosis. ليه؟ لان عشان اقول thrombosis يبقى لازم انا عملت تيست وشخصت بعض. مفهوم ولا لا؟ طب زي كده thrombosis يا ولاد usually acquired والاكواير ثرومبوفيليا السبب الاشهر ليها هو الانتي فوسفوليبيد انتي بودي سندروم. والانتي فوسفوليبيد انتي بودي سندروم ده ميبي برايمري او سكندري. طب خلينا نمشي واحده واحده. اولا يعني ايه انتي فوسفوليبيد انتي بودي سندروم؟ يعني اعلى الانتي بودي اجينست الفوسفوليبيد. طب ده جاي لي في ايه؟ ان الفوسفوليبيد دي بتاعت الاندوثيليوم. فلما كسر الاندوثيليا مشلح الكولاجين والكولاجين لما بيشلح البليتس اتكرست صح ولا لا؟ خلص. طيب الانتي فوسفوليبيد ده برايمري يعني ايه برايمري؟ يعني هو بس جه كده. سكندري بيجي مع اذر اوت اميون ديزيز زي اللوبس. حلو كده؟ يبقى ده اول مؤشر ثرومبوفيليا ودي اكوايرد. طيب ايه الكونجنيتال؟ الكونجنيتال عندي افكار رئيسيه ان انا اعمل بروتين سي و اس او انتي ثرومبين 3 ديفيشنسي. بالمناسبه البروتين سي و اس دول السيستميك انتي كوالنت اللي بتطلع من الدم. والانتي ثرومبين 3 ده اللي موجود في التيشو. ده موجود فين؟ في التيشو. بالمناسبه احنا قلنا الميكانيزم اكشن بتاع الوفر بيخلي مفيش اف سايد نظريه. طب ايه الميكانيزم اكشن بتاع الجيب ده ايه؟ بيأكتيفيت الانتي ثرومبين 3. بيأكتيفيت مين؟ الانتي ثرومبين 3 از انتي كواجيليشن. طيب المهم فالثلاثه دول الناتشرال انتي كواجيليشن اللي موجودين في الجسم. لو فيهم ديفيشنسي يبقى العيان عندها ايه؟ ثرومبوفيليا. طيب مين تاني العيانين اللي عندهم ثرومبوفيليا؟ العيانين ده مهم تقيل. فاكتور 5 لاتن ميوتيشن هايبر هومو سيستاينيميا. ها فاكتور 5 لاتن ميوتيشن وهايبر هومو يعني ايه دول بقى؟ ايه فاكتور 5 لاتن ميوتيشن؟ هايبر هوموسيستاينيميا. ايه الهوموسيستاين؟ امينو اسيد. لما الميتابوليزم بتاعك الافكتور بيعلى هايبر
هرموزس طيب ايه كده. يبقى العيان الثلاث عيانين الاولانيين دول ما عندهمش انتي كواجيليشن صح، والاثنين اللي تحت دول دمهم تقيل عندهم هايبر فيسكوس سهله كده. اوكي دول اسمهم ايه ولا اسمهم ثرومبوفيليا. عايز اطلع فاصل اعلاني قصير هنا كده في الحته دي حته الصغنطوطه دي اشرح ليه في الحته الصغنطوطه دي. عايز اشرح مين يعرف يقول لي ما هي السيكونسز اوف ثرومبوفيليا. هو لو واحدة عندها ثرومبوفيليا وحامل يحصل ايه؟ برافو عليك يا ولد. يحصل ثرومبوزس في البلازما. برافو عليك. يحصل ثرومبوزس في البلازما. طب لما يحصل ثرومبوزس في البلازما يحصل ايه؟ بلازينتا الاسكيميا. طب لما يحصل بلازينتا الاسكيميا اعمل ايه؟ واقولها لو اتسال وان شاء الله اخش المعتقل واقوم ضربي واقول ان العيانه دي لو مر فور هرمون بري وبلازينتال والاثنين بيعملوا بي اي سي. طب وبالنسبه للعين تبقى لايبر فور ايه؟ هرمون او بري تيرم ليبر واي جي ار او اي او ام دي وفي الاخير اي او ايه؟ ايوه. يبقى دي ده الافكت بتاع اسمها خلاص بقى انا عارفها بقى. طالما الحاجه هتعمل بلازينتا الاسكيميا يبقى انا بكره اسرائيل واقول لها لو اتسال واقوم عامل واحد انبريف في الشمبان ماشي. الحته اللي جايه ان انا عايز اشخص الانتي فوسفوليبيد انتي بودي ايه؟ سندروم. كيف نشخص الانتي فوسفوليبيد انتي بودي سندروم؟ الكتاب هيقول لك كده one clinical and one laboratory one clinical character and one laboratory character. بس clinical ايه الموضوع مش كده. clinical لما بيحصل event clinical اقوم عامل الانفستيجيشن فيطلع positive فاعرف ان عندي انتي فوسفوليبيد. مفهوم؟ اصل ساعات انت بتقرا كلمه كده one clinical and one laboratory خلاص يعني ده laboratory بدورها على clinical يعني ده clinical بدورها على مش كده. بيحصل الايفنت خلي بالك في الكلمه دي فاهمه ازاي؟ بيحصل الايفنت ايه؟ كلينيكال او ادور على سببه الاقي سببه انتي فوسفوليبيد ازاي؟ تعال نشوف. واحده نزلت الشغل الصبح فاحنا قلنا ايه هنشخصه ازاي؟ 1 ايه؟ كلينيكال اند 1 ايه؟ لا طب نتكلم على الكلينيكال الاول. في واحده ست حصل لها فينس رومبرز نزلت الشغل الصبح نزلت الشغل الصبح طبعا دي مش اللي قصر نزلت الشغل الصبح رجعت الليل جا مره بصيت لقيتها دي كويس. قول لي يا نهار اسود طب ايه اللي خلاها يحصل لها كده؟ ما دي بتدور على الانتي فوسفوليبيد فدورنا على اللوبس انتي كايدر الانتي كارديولايدر الانتي بيتا 2 جلايكوبروتين. لقينا واحد منهم بوزيتيف عندنا مرتين منهم ست اسابيع لقيناها مرتين بوزيتيف. تعرفنا ان سبب الفينس ثرومبوليزم دي هو الانتي بودز دي فشخصنا ان العيانه دي عندها واحد لابراتوري واحد ايه؟ كلينيكال فشخصنا ان العيانه دي عندها انتي فوسفوليبيد انتي بودي سندروم. مفهوم ولا لا؟ طيب اثنين عيانه جالها واحد امبالي في الشكمان ورا بدون مبرر منطقي يعني ايه؟ يعني عيانه ولدت بريتر ليبر عشان العيل اي جي ار او عشان فيها بري كلامز او كوليكو هايبرامز او بلاسنتال ابراش عادي عادي ده بيحصل عادي على فكره. بس اللي مش عادي انه يحصل بدري قبل 34 اسبوع. فاكرين الكلام ده قلت لكم وانا بشرح البري كلامز لما قلت لكم البري كلامز فيها ايرلي وليت اونست صح؟ قلت لك لما الاقي ليت اونست لما الاقي بري كلامز 37 38 اسبوع اقول لك بلاسنتا عكست كده. انما لما الاقيها قبل 34 اسبوع بص ما هي جت قبل 34 اسبوع دي لما الاقي عيل في الشهر التاسع الجروس بتاعه ضعف في الشهر التاسع عكست. بس لما الاقي انش ار قبل 34 اسبوع لازم ادور على السبب. فهمتوا الفكره ولا لا؟ يبقى لو عيانه اضطررت انك تخلص البريجنسي بتاعها قبل 34 اسبوع ديو تو فيتنس اوف بلاسنتال انسفيشنسي لازم اروح اعمل لها لوبس انتي كوجلانت وانتي كارديولايت. وهنا احب اقول لكم السيتويشن يجي احنا عندنا يوم الاحد الساعه 7 الصبح
في الميتنج اللي بيتقال فيه الحالات بتاعت المشاكل اللي حصلت في الاسبوع. فيجي الناي يقول لنا ايه؟ يقول لنا كانت عيانه سيفير بري اكلامسيا 28 اسبوع برافو عليك. واديناها مغنيسيوم صفيته وعملنا لها 12 فيلم برافو عليك. وبعدين يا حبيبي عملت ايه؟ حضرتك العيان دخل الحضانه برافو عليك. وبعدين يا بابا عملت ايه؟ حضرتك روحناها. طب قلت لها حبيبي هي ايه جالها كيري نوصل بري كابتر ولا كابري كابتر؟ لا قلت له كده سباك رسمي لقيت الكوعة مسدودة رحت مسلك الكوعة قلت لها خلاص الكوعة عندك سالكة بقى روحي اعملي بعد كده خلاص من العالم دي ما تروحش الا ايه زي يا بابا. قلت لها ليه؟ صح ولا لا؟ يجي مثلا يقول لي احنا كان عندنا عيانة صابن اي ام اف دي 30 اسبوع برافو عليك عملت لها ايه؟ بشرة فين؟ ولدناها. والعيال فين يا حبيبي؟ يا شفت فيه كونجنتال انومالي ولا لا؟ خلي بالك عشان قال لي لا ما فيهوش كونجنتال انومالي. شفت البلاسينتا بابا؟ اه كانت صغيره كده. طب ايه؟ قلت العينه ايه؟ طلع الحمد لله على السلامه. برضه قلت السباك الكوعه مسدوده روحتها عيانه زي دي ولدت بريكر بتيوب اي او اف دي لازم اعمل لها لو باس انتي بايلر بلس انفوسوليفر عشان اتاكد هي انفوسوليفر لازم بودي سوبر. فهمتوا الفكره ولا لا؟ يبقى لما الاقي ايرلي اونست بلاسينتا انسفشنسي طب انا اعرفها ازاي؟ عرفنا ان العيال جالها ايرلي اونست تاني كام زي ايرلي اونست اعرفش انا عندي ار اي او اف دي ولا بعد لابس ساعتها لازم اشوف الماركرز ديت. يبقى كده معايا واحد كلينيكال ومع واحد. فهمتوا الفكره دي ازاي بس ولا ما بنمشيش ندور على الكلينيكال ولا الراجل في الشارع؟ بيحصل الايفنت الكلينيكال انديكيتد ان انا ادور على الماركر الاقي ماركر بوزيتيف يبقى كده معايا واحد كلينيكال بعد الراجل. طيب اي عيل يموت بعد تكوين الهارت هو الكارديو فاسكولار سيستم بيتكون انت تقريبا عند 10 اسابيع تقريبا. فبعد ما الكارديو فاسكولار سيستم يتكون والقلب يسكت لازم اشوف اللي سكته ده انت في السوليفا ده في بودي سندروم ولا لا. لذلك اي فيتا دم بعد 10 اسابيع لازم اعمل الماركر. لو طلعت بوزيتيف يبقى عندي واحد كلينيكال وواحد ايه لابوراتوري كمان في مصر. اخيرا لو في عيانه سقطت قبل 10 اسابيع نعمل لها ايه؟ ولا حاجه. مش احنا اتفقنا ان سنجل سبونتينيوس فيرست ترانسبيرنت ابورشن هو اللي قايم بعد صح؟ طب لو مره ثانيه ولا حاجه. بس لو في عيانه سقطت ثلاث مرات في انفستيجيشن كامل فاكرينها من ضمنها الانتي فوسفوليبل انتي بودي ايه؟ عشان كده بنقول ثلاثه سكسيسيف سبونتينيوس ابورشن اقل من 10 ايه؟ اسابيع. فهمتوا الفكره ولا لا؟ فهمتوا الفكره؟ يبقى يعني ايه انتي فوسفوليبل؟ تاني بقى واضحه كده. يعني ايه انتي فوسفوليبل انتي بودي سندروم؟ عباره عن عيانه حدث فيها حدث كلينيكال. الحدث ده قد يكون دي في دي قد يكون ايرلي اونست بلاسنتال انسفشنسي مانيفستد باي بري تيرم ليبر قبل 34 اسبوع دو تو بري اكلامسيا او ابربشن او اي جي ار ميبي مانيفستد باي اي دي وفاه بعد كارديو فاسكولار بلاك اوت يعني بعد 10 اسابيع ميبي مانيفستد از ريكرنت بريجنسي لوس او ريكرنت ابورشن قبل 10 اسابيع. اي حدث يحدث لك من الحاجات دي ما لازم اقول لك كده ان الجزء اللي انا علمه لك لما يحصل اي حاجه من الحاجات دي تطلع تجري يا واد يا حسين تشوف الماركرز بتاعتك جلوكوز انتي كارديال انتي كارديال انتي ميتافول لايكوبروتين. طلع بوست مرتين الحمد لله على السلامه يا مدام انت عندك المرض ده. طب ايه العلاج بقى؟ لو دوز اسبرين بلس اور ماينس لو موليكولار ويت كريم. العيانه دي المفروض في الحمل تمشي على لو دوز اسبرين بلس اور ماينس لو موليكولار ويت. بعد يقول لك كابتن لطيف يعني ايه بلس اور ماينس؟ يعني ايه بلس اور ماينس؟ بصوا الطبعه اللي قبل كده اللي هي طبعه 2015 كنت عامل فيها جدول كبير كده لو اللوكوس انتي كوالي بلس طلع بص بنعمل ايه؟ ولو ريكارد برينكس بلس معاها هيطلع ايه نعمل ايه؟ ولو كابتن نعمل ايه؟ خلاص؟ طبعا الكلام ده العيال لما تشوفه تبكي بالدموع واخد بالك؟ فشلناه فانت ما تسالش عليه عشان ما تتوجعش. فاهمني ازاي؟ لو الماركر بس مش عارف ايه تبقى ايه لو قلت اكتر من ايه بقى يعني ليها قصه كده. بس الخلاصه انه في الحالات المايند ندي له دوز ايه اسبرين
لو هي مور سيفير بنزود معانا مليتر الوادي ايه؟ هيبل. مفهوم ولا لا؟ نعود لأدراجنا. أي عيانة حادث بندور على البريفيوس فينوس ثرومبوليمبوليز والثرومبوفيليا ودول المجموعتين الكبار، وبعدين نبتدي بقى نبص على المثلث بتاع البريدسبوزنج فاكتور للفينوس ثرومبوليمبوليز. المثلث البركام ترايات باختصار فيلوسيتي فيسكوزيتي فيسيلول. سهلا فيلوسيتي فيسكوزيتي فيسيلول يعني ايه؟ عشان احافظ على الضغط ماشي جوه الضغط بس لازم الدم ده يمشي بهاي فيلوسيتي، لازم الدم ده يبقى لو فيسكوس، لازم يبقى فيه انتكت فيزل. حلو. الحاجات دي ممكن تبوظها باسباب اوبستاكلز يعني ليها علاقه بالحمل. ايه مع الحمل يبوظ الفيسكوس مثلا؟ ايه كونسنتريشن خالص؟ طب ايه كونسنتريشن زي ايه؟ ايه كونسنتريشن زي البري اكلامز؟ طب يعني ايه كونسنتريشن؟ هايبر ايمسيس صح؟ مش كده؟ لو واحدة بترجع كتيرك تبقى دي هايدريتد، لو واحدة عندها دي اكلامسيا تبقى ايه؟ دي هايدريتد، لو واحدة حملت قطبه في اوفيليان هايبر ستيميليشن سندروم. يا عبد الصمد مين اوفيليان هايبر ستيميليشن سندروم ده؟ بصوا ده قبل الاعدادية واللي بعد الاعدادية يعني ان شاء الله خير يعني خلاص؟ اي عيانه من الناس دي بقى فيها ايه؟ مشكله في الايه؟ في الفيسكوس. طب الفيلوسفي ايه رايكم لو واحده فيها مالتي فيتال بريجننسي زي العيانين اللي بيحملوا في الاي بي اف؟ يعني قصدي اي تراي اوفر ديستنشن بيضغط على الانفيريور فينا كيف بيقلل الفينس ليتر زي العيانين الحوامل في التوأم والبريجننس وكده، زي العيانين اللي بيحملوا على الاي بي اف بيحملوا بيبقى اليوترس اوفر ايه؟ بيستندد، يضغط على الكلمة كيف يقلل الفيروسات. طيب فيسيلول لا ايه ده؟ نقول ايه؟ بيه فيسكوستي ماشي، بيه فيلوزيا هايبر انيسيس وغير نفسي. طب فيسيلول زي ايه؟ ده بيه كلامزة برضو في ولا لا؟ مش احنا قلنا البري كلامزة بيحصل فيها اندوثيليا سيل دامج ولا لا؟ زي بقى اي سيفير هيموريج يا اي عيانه جالها بقى سيفير بوست بارتر او انتي بارتر التيشو اسكيميا بتعمل فيسل وول انجري ويحصل بليتلتس مش عارف. في حاجات كتير قوي غير يعني مثلا لو في عيانه فيها اي برولونجد ليبر اختاروا ايه من الثلاثه؟ برافو عليك ولا دي لاست برولونجد ليبر او اوبرنت ليبر. لو في عيانه طولت قوي في الولاده او ولدت ولاده قيصريه او ولدت بفورسبس وفنتوز، ده معناها دي ولاده ايه؟ طويله، كانت في فورسبس انها ترقد، الرقده دي بتقلل الفيروس بتاع مين؟ البلط. طب في حاجات من دي البلط والستريك، بالمناسبه اصدقائي اللي بيكتبوا او بيحفظوا الكلام ده ملوش معنى. انت لازم تفكر كده في كلامك، فكر كده مين فيروس مين فيسكوس مين فيسل وول؟ ثاني مره واحده بسمع كده ايه؟ انت كله مش محتاج بقى تحفظه. طيب قولوا لي فيلوسيتي مثلا، فيلوسيتي مرة بسرعة. هارت فيلير صح برافو عليك. لو في عيانة فيها كونجستيف هارت فيلير قولوا لي فيلوسيتي ثانية مرة بسرعة. لسه قايلينها فيلوسيتي فيسكوستي فيسكوستي ايه؟ عيانة فيها بولي سايسيت ايه كمان؟ ايه؟ ايه مرجع فيلوسيتي؟ جدع عيانه اي عيانه فيها بروكت ايموبلايزيشن زي فراكشر سيكل سيل انيميا وسيكل سيل ديزيز مش كده؟ طيب فاضل ايه؟ فيسل وول فاريكوز فين مش كده؟ العيانين السموكر العيانين الموبيز مش كده؟ يبقى اذا في بقى عدد لا نهائي من البريدس بوز فاكتور. والحقيقه ان في اوروبا والدول المتقدمه يعني مثلا النايس اللي هو بالكرة يعني
ناشونال انستيتيوت اوف كلينيكال اكسلنس اللي هم ان اتش اس يعني. في ورقه كده الورقه دي عامل حامل بطاقه على فيكس وتملاها اللي هو الاستبيان بتاع فينس روبر بوليس بتاع عامل متابعه حمل. الاستبيان ده بقى بيجمع له سكور. يعني ايه بيجمع له سكور؟ يعني مثلا لو هي سموكر مثلا بتدخني اقل من 10 فوق ال 10 دي ليها سكور ودي ليها سكور ودي ليها سكور. لو هي مثلا اوبيز وزنها كذا ليه سكور وزنها كذا ليه سكور وزنها كذا ليه سكور. ماشي؟ لو هي جالها ريكارنت بتاخد فول سكور. فاهمين الفكره ده؟ بتقعد تبدا بقى استبيان في الحاجات دي. ودول الاستبيان ده طلب اربع صفحات كده. بعد لما نخلص الاستبيان بيجمعوا التوتال سكور ويقسموا العيانين لثلاث مجموعات. المجموعه الاولانيه هي المجموعه اللو ريسك. اللو ريسك ده بتديش سكور زيرو لان هي مجرد انها حامل فهي ريسكي صح؟ وبعدين المجموعه الثانيه المجموعه المودريت ريسك والمجموعه الثانيه المجموعه الهاي ريسك. طيب ويبتدوا يحطوا لها ريجيم للبروفلاكسيس انتي بارتال يعني اثناء الحمل وبوست بارتال يعني بعد الولاده. اسالكم سؤال العيانين الحوامل لايبر فور فينوس ثرومبوليزم اكتر اثناء البريجنسي ولا بعد الولاده؟ اثناء البريجنسي. بعد الولاده. انا لسه قايل من شويه ان اثناء البريجنسي فيه هيموديليوشن وده بيحكي شويه وقال ان الهيموديليوشن ده بيروح بعد يومين بعد الولاده صح ولا لا؟ ادي واحد. اثنين بعد الولاده الست دول ملطر من اثناء الحمل. فاهمين الفكرتين دول ولا لا؟ يبقى لذلك هتلاقيني مور اجريسيف بوست بارتم عن انتي بارتم. انتوا الفكره اللي انا عايز اوصلها ولا لا؟ انتي بارتم العيانتين لايبر فور ثرومبوز بس مين اخطر بوست ليه؟ عشان انا عارف دماغك 0-1 يبقى دي ما بيجيلهاش دي بيجيلها. ده مش حقيقي. دي بيجيلها اخطر من دي اللي بيجيلها بره. يبقى العيانه بتحتاج ثرومبو بروفلاكسيس بوست بارتم وانتي بارتم. بوست بارتم مور اجريسيف. سهله دي؟ لو هي لورس يبقى الموضوع على قد هايدريشن وموبيلايزيشن اثناء الحمل وبعد الولاده. وده يقول لك اي عيانه حامل اي عيانه حامل علمناها لك من اول درس وسترس ما ترقدش صح ولا لا؟ قلنا ممنوع الرقد يا اولاد. قلنا الحامل شوت بي موبيلايز اند ويل هايدريت. سهله. لو العيانه دي مودريت ريسك الكتاب يكتب ايه؟ يا دكتور consider low molecular weight given antibiotics with the low molecular weight given postpartum for 7 days. فانت تقول كلمة consider دي كلمة مؤاخذة مايزة. ممكن ايه؟ كل الجايد لاينز اللي الانجليزي هتلاقيها consider make it هتلاقي الحاجات اللي بس ايوه. هو مين اللي بيكونسيدر في كونسلت ازاي؟ بيبتدي يوسف كده ريسك بنفت. يعني مثلا لو عنده عينه مودريت ريسك بس كلاسات تشيك مش هيديها عشان تنزل بس هو كونسيدرنج سترونج بروجريس موجود في الرسم. انما لو العيانه دي مثلا هايبر امسيس هيديها. فاهمين الفرق ولا لا؟ عشان كده بتقول له ايه؟ بص مش العيانه لسه البيبي فرناه كونسيدر. انت تملك الحق في انك تيجي فايويت يا كونسلتنت وتقول يا ابني ايه؟ يا ابني بس انا هسلمك حقك بعد الولاده. هيبقى لازم تديها لمده قد ايه؟ 7 دايز. واضح كده؟ العيانه الهاي ريسك ليس لك الخير في امرك. هتديها كده كده اثناء الحمل وهتديها كده كده بوست بارتم لمده 6 ويكس. ست اسابيع وليس اسبوعا واحدا. واحد يقول لك يا كابتن لطيف هو مصر الشيطان شاطر يا ابني. شيطان ايه؟ شاطر. يقول لك ايه يا عم يا مريم ما دوها وارفرين. اسمع نيفر انشيت وارفرين جريت بريمس. ليه؟ لما تجيني عيانه بتاخد وارفرين قبل الحمل انا عارف الدوز اللي هي متظبطه عليها صح؟ طب لما تجيني عيانه مش حامل جايز نصف اكتر من خمسه جايز نصف عاليه قوي مش جايز افيل ان انا اشغل الورفرين. فاهمين ولا لا؟
ان العميل المضمون ليبر الثاني ولا لا؟ الوصف حلو جدا، ولكن ما تبداوليش لاول مره اثناء البريجنسي انا مش عارف سقف. انا العيال اللي جايه قبل الحمل انا عارف سقف، عارف بنصرف على جرعه ايه. انما العيال البريجنت لما تبتدي فيها حاجه فيها لون موليكولر ويت ايه؟ هيبرن. وليش احنا لون موليكولر؟ عشان انا عارف ان انا استخدمه في اللونج ايه؟ مفهوم؟ فهمت يا ولاد يعني ايه ترومبو بروفلاكسس جيرين بريجنسي؟ حد عنده اي مشكله في ترومبو بروفلاكسس؟ يبقى نقول ايه اللي ملخص الموضوع؟ خلي بالك ترومبو بروفلاكسس العيال جايه مش ماشيه على حاجه. العيال اللي جايه ماشيه على حاجه يا جيمي تبع قاعده فكر اللي كنا راسمينها هنا بتاعت عيال جايه على وفر بنعمل معاها ايه؟ انما اللي انا بتكلم عليها دي هي العيانه اللي انا عملت لها ايفالويشن لاول مره ممكن او لما حصل بريجنسي ايفنت وقررت ان انا ابتدي لها ترومبو بروفلاكسس. انتوا قصدي ولا لا؟ العيانين دول هذه النوعيه من العيانين اول لما بتاخد القرار بتاعك بتبص على الريسك. انا بسميهم ثلاث مجموعات دول وثلاث مجموعات دول، صح؟ الثلاث مجموعات اللي ببص عليهم البريفيوس فينس ثرومبوليس والثرومبوفيليا والمثلث سواء لاسباب اوبستاتريكس او اسباب ايه؟ نون اوبستاتريكس. بالمناسبه ايه في النون اوبستاتريكس؟ الكلام بقى يبقى زي مثلا ايه؟ يقول لك الايج مثلا ان العيانين اللي فوق 35 بنديلهم في السكور كم حاجه بسيطه بلاد جروب. يقول لك الناس اللي البلاد جروب بتاعهم فوق زي حالات كده دمهم خفيف. لما تحط ايه دمهم يبقى سنه اي بي بقى دول يعني كده يعني فالمهم يعني فهو كلام بيتحط عليه ماينيو بس بيجمع في الاخر في ايه؟ في السكور. بعد ما نجمع السكور نبتدي نقسم الناس لثلاث حاجات يا ايه يا لو ريسك، ودول مش محتاجين اكتر من هايدريشن وموبيلايزيشن. الانترميديت ريسك انت برضه بفكر في الاثنين، وبعد الولاده في سبع ايام. الهاي ريسك ما فكرش لازم ياخدوا ثرومبوبروفلاكسس ولا يموتوا، وبعد الولاده ياخدوا ثرومبوبروفلاكسس لمده قد ايه؟ ست اسابيع. طيب تعالوا نروح للمانجمنت اوف فينس ثرومبوبروفلاكسس ديزيز. بص يا شباب مين يقول لي؟ يلا انا عايزكم تصحصحوا شويه خلاص؟ قولوا لي كده العيانه دي بتيجي تشتكي من ايه؟ بين سويلنج وديستربنس فانكشن. شفت المفاجاه؟ هما دول بتوع مين دول؟ برافو عليك سميت الانفكشن صح، محدش فيك برافو مستوى برافو انها سخنه ومش المهم بين وسويلنج وديستربنس فانكشن. افتكر كده لما واحده جينا دي بي دي بيبقى اول ديفرنشال دايجنوستيك سيريلايز لانها بتشتكي من رجليها بتوجعها ومورمه ومش قادره تمشي عليها. فين وسويلنج والابيليتي تو ووك صح ولا لا؟ اوكي يبقى الكومبلين بين سويلنج انابيليتي تو ووك. الكلام ده في رجل واحد الدنيا بقى. اون اكزامينشن ده بنلاقي الرجل دي ايه؟ تندر ورد وعضل يعني زي مين؟ برافو عليك. تندر ورد وهوت ويه اصوات. فابتدي افكر يا ترى هي الرجل دي فيها ايه؟ فيها دي في دي ولا فيها سيريولايز؟ واضح؟ المايه اللي عندنا البربونه اللي بتولد بتشتري من ايه؟ صدم اونس اوف ديسني اند جاست بين يعني تبقى احلى في الحاله كده جيب كبسوط بس هي مش قادره مش بس فصابن اصل اوف ديزني اند جست ايه بي. طيب اسمع بقى يا سدره الاقي ايه؟ ولا حاجه صح حاجه ده مش خالي ممكن الاقي نفس داخل ونفس خارج مش مشكله انما انا مش حاجه يعني مش هلاقي حاجه غالبا الاكزامينشن نيجاتيف ممكن بالكثير قوي نلاقي بعض عين عندهم ضروره الرب لو متاخر شويه يعني تحس ان الحته الانفارنت بقى عليها فيبرنس بلوريزي وعامل دور عارفين يعني دور الرب ولا تزييقه كده. فالمهم عرفت ان دي بتساوي دي ازاي خلاص. اول لما اشك ان العيانه دي دي في دي او سيريلايز ايه النكست ستيب؟ يبقى ليه؟
هبل قولا واحدا وبعدين ابقى اشوف هي ايه. لما الاقي عينه فيها اكيد شيست بين اول حاجه اعملها ايه؟ هبل وبعدين اشوف السبب ايه. فاهمين ولا لا؟ يبقى الفيرست ستيب في المانجمنت هو الهبل. ايه الفرق في الهبل لو دي دي في دي او لو دي بارتنر كولزم؟ مش هتاخد بالك منها الا ده تذاكر كده الدرس ده من 2.7 او ايه ازاي. الهبل هنا عايز تدي سبكوتينيوس انترا فينوس انترا ماسكولار عفريت مش فرق. بينما الهيبالين هنا فل انترا فينوس هيبرمايزيشن. فل انترا فينوس ايه؟ يعني العيانه دي تاخد الفول دون انترا فينوس ما فيهاش هزار مفهوم ولا لا؟ ادي اول حاجه. ثاني حاجه بعد لما تديت الهيبالين عايز تشخص تعمل ايه؟ لور ليمب دوبليكس. تقول لي لور ليمب دوبليكس ده هيشخص الدي في دي صح؟ كومبريشن لور ليمب دوبليكس. طيب امال البرموتري امبوليزم تعمل لور ليمب دوبليكس وتعمل معاه تشيست اكس راي. تقول لي معقوله نعمل تشيست اكس راي وهي حامل؟ اقول لك اه احنا اتفقنا ان البرموتري دي ضربت بيها المحصورات صح ولا لا؟ وبيني وبينك بالجست اكس ري ده اخف الاضرار. يعني اخف ايمج تكنيك ممكن استخدمه لتشخيص برمونري ايه؟ امبولس. طيب الخطوه دي شخصت كل الجنب بالالوان. الخطوه دي ما شخصتش بخش على الخطوه اللي بعديها ليفل الوحش انجيوجرافي. الخطوه اللي بعديها ليفل الوحش ان انا يعني انجيوجرافي. يعني احمل سبب جوه البلاد فيسل بدور على ايه؟ بدور على ايه كده؟ احمل سبب جوه البلاد فيسل فاهمين يعني ايه بقول ولا لا؟ يعني انا ايه؟ اهو صح؟ وبعدين السبب لونها ابيض صح؟ بلاقي في وسط السبب كده في حته ما فيهاش سبب سودا كده والباقي كله منور ابيض اعرف ان الحته التريك ديفكت دي هي اللي فيها مين بقى؟ سودا. مفهوم ولا لا؟ طيب الانجيوغرافي في الدي في دي بتاع اللور ليمب ميبي كونفنشنال يعني باستخدام الاكس راي او ام ار اي بس اغلى شويه. ام ار اي انجيوغرافي يعني احيل سبب وصار بالاكس راي ده كونفنشنال او اعمل ام ار اي ايه انجيوغرافي بس اغلى شويه. طيب امال الانجيوغرافي بتاع اللمب ده مشهور قوي ده مشهور سبايرال دي دي بالمونري انجيو ما سمعتش عنه ده يا راجل. ده كل شويه لما يجي حد عنده كورونا ولا حاجه اقول له ايه؟ اعمل سبايرال سي دي بالمونري انجيو عشان هو عنده الكورونا دي عامله له ثرومباي في اللمب ده عامله له بالمونري ثرومبس ولا لا؟ هتلاقوا كل العيانين تقريبا اللي جالهم كورونا كورونا ستيسكي يعني كورونا فيها سنتومات هتلاقي كلهم عملوا سبايرال سي دي او سي دي بالمونري انجيو. الفيرال سي دي ده بقى او البالمونري انجيو عند السيد ده ظريف قوي. وبالمناسبه مش هقول وقف حل العيال بتوع الكارديولوجي انما يعني ايه قلل شغلهم شويه بس ما كانش السبب خلاص. وناخد مالتيبل كاتس للجسم والمالتيبل كاتس دي بتخش على الكمبيوتر ويبتدي الكمبيوتر يرسل الشيست ده 3D وبعدين تبتدي تشيل منه حته حته وتسيب اللي انت عايزه وتمسك الحته اللي انت عايزها تفصصها زي ما انت عايز. يعني مثلا تقول له اكستراكت لونج تيشو فشيل لك اللونج تيشو وسيب الفاسكولاريتي بس فتمسك الفيسل واحده واحده تشوف فيها ايه. تقول له اكستراكت الهارت ويسيب لك الكورونري تشوف اذا كان الكورونري فيها ثرومبس ولا لا. بيتمولوجي عالي قوي حلو قوي 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 وبقى ناس بتعمله لما حد يجي له تشيست بين يعمله مكان المسطره. قالوا لنا عشان نشوف بقى الكلام ده لازم يعمل ايه؟ مسطره لازم. اوكي سبايرال سي دي بالمونري ايه؟ انشو. فهمنا عليه؟ كان زمان في حاجه اسمها فنتليشن برفيوجن سكان او في كيو سكان ان انا اخلي العيانه تتنفس حاجه رجله واشوف الرجل ده ايه الحته اللي مش مرتبه من الحته دي اللي فرضت. يعني في وجود السبايرال سي دي بقى هو ده الانفستيجيشن اوف ايه؟ اوف تشويس. جميل. شفتوا الثلاث خطوات يا ولد؟ خطوه الهيبارين دي الخطوه بتاعت اللي هتمنع الوفاه.
يليها خطوة ايه؟ الكومبلكس اللي لو شكت ان الرمل فيها حاجة تعمل معاش سبيكس ريه. دي الخطوة الايه؟ المينيمال انفيزيف. يليها خطوة الانفيزيف اللي هي خطوة ايه بقى؟ الانجيوغرافي سواء انجيوغرافي لور ليمب او انجيوغرافي لو سي دي بالنور ايه؟ بين وبين تصل للمرحلة دي انت بقى يشخص يا نفايس. يشخص يا ايه؟ يا نفايس. لو انت في الدايجنوزس كونفيرم يبقى احنا متفقين ان العيانه دي الهايدريشن بتاعها مهم، متفقين ان الموبيلايزيشن بتاعها مهم اكسبت اول 48 ساعه. اشمعنى اول 48 ساعه العيانه دي تبقى موبيلايز؟ لان الثرومبس بتبقى لسه طريه ممكن تسيب الفاسر وترقع. بعد 48 ساعه تبقى اورجنايز وماسحه مكانها عشان تفوت ولا تفوت. يبقى الهايدريشن والموبيلايزيشن اكسبت 48 ساعه واللوكوليكولار ويت هيبرين انتي بارتم وبوست بارتم لمده 6 اسابيع. يعني انا عايز اسك بقى كده خلاص مفهوم ولا لا؟ بما ان انا اولاد ده درس بتاع الفينوس روم والبلازما. اخر درس سلين هو الانيمي. هو الانيمي خلينا نمشي كلاسيكيا. واحد لون ديفينيشن. يعني ايه انيميا وسبريجنسي؟ يعني هيموجلوبين اقل من 10 جرام بير دي سي لي. سوري خلاص ده دي ما تنسيش. هيموجلوبين اقل من كام؟ 11 جرام بير دي سي لي. طيب اتنين انسيدنس كام في المية من العيانين بيجيلهم انيميا سيرتي سيرتي؟ الكومنس كلينيكال ديسكوفرز تمام 50% رقم مش موجود قبل كده ولا رقم مش موجود قبل كده. بالمناسبه ساعات انا ببقى بحب اجي هنا اقول على موضوع رقم 5 في الانسيدنس بتاع الميديكال ديسورد 3 جرام في 2 5 صح؟ والدايابيتس 2 3 هو مكان 5 والاثنين ناقص 3 يبقى 1 اللي هو الهارت ديزيز صح؟ وهنا كام؟ 5 تايم 5 وهنا كان 50%. ماشي كلام؟ يعني 5 دي الكلمه اللي بتوصلها لي انت ممكن لو تخطاها تفتكر ايه الحكايه بتاعت الديزيز. كل ديزيز احنا خدناها بدري. مناسبه بقى الهارت ديزيز واحد انا كنت متخيل اعمل ايه بعد ما خلصت الديزيز؟ هعمل هايبر ايمس 1% خلاص 1%. يعني كل الحاجات اللي عارفها النهارده تبقى عارف انت ايه. طيب انسيدنس 50% 3 ايه؟ اتيولوجي اند بوسلنس. مين يعرف ما هي انواع الانيميا؟ لا ما بحبش انا كده. الايتيولوجيكال كلاسيفيكيشن مايكروسيتيك ايتيولوجيكال. يا اولاد مايكروسيتيك ده ايه؟ ده كويس جدا. بس يا ابو عدد اسمع بقى الانيميا في الايتيولوجي هو ايه؟ يعني ما عنديش ار بي سي، ما عنديش ليه؟ يا ما عملتهاش يا فخطرها. ما عملتهاش ليه؟ نيوتريشن هو راسي، فخطرها ليه؟ بروجكت هو ايه؟ ويموتلي. ايه يا عم ده؟ ايه يا عم ده؟ تاني الايديولوجي بتاع الانيميا ديكريز ايه؟ فورميشن انكريز ايه؟ انتوا عارفين ليه قعدت تقولوا اي كلام ده؟ لانكم ذاكرين كده. صح؟ يعني انتوا عارفين انيميا جامده قوي، جامده قوي، بس عارفينها كل سطر لوحده. عمركم ما فكرتوا تبصوا عليها كده؟ هي الانيميا دي شكلها بتبقى ليه يعني؟ مفهوم ولا لا؟ ليه؟ لان انت لما بتعمل الخطا ده ايه؟ بص هيموراج انكريز هيموراج. هيموراج يعني نزيف. ما انتوا بتاكلوا كده؟ لا 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 مش عايزين كده. احنا عايزين ايه؟ ديكريز فورميشن وانكريز ايه؟ بص طيب increase formation سوري decrease formation دي nutritional والله. طيب النيوتريشنال دي اشهر حاجه فيها بالذات بعد الحمل ايه؟ iron deficiency anemia.
طيب الايرون ديفيشنسي انيميا دي. اولا عايز اقول معلومات اساسيه وجذريه بعد ما عشان نقول فيزيولوجي اند باثولوجي. الست الحامل محتاجه من 4 إلى 5 من 4 إلى 6 من 4 إلى 6 ملي جرام ايرون بير دي. كويس 4 إلى 6 ملي جرام ايرون بير دي دي عامل حاجه 4 إلى 6 ملي جرام ايرون دي ده رقم مهول. المفاجأة بقى الأكثر مهولة منه ففي الأرض ده كريستال يعني مش موجود يعني مش موجود بالكيلو يعني. الأكثر مهولة إن العيلة الحامل بتمتص 10% بس من الحديد اللي بيخش جوفها. ليه؟ لأنه أنا لو مشيت مع الحامل دي هي عندها نوزيا وبومن صح؟ طب وبعدين خش الحديد بقى الحديد ده لما بيخش بيلاقي الجسر الاسيتيك قليله والجسر الاسيتيك القليله دي بتأفكت الابسوربشن. طيب معنى كده ان العيال دي لازم ادخل جفره كل يوم قد ايه؟ جفره يعني بقها ادخل بقها كل يوم قد ايه؟ 40 ل 60 ملي جرام ايرون. كويس ازاي يدخلوا ازاي؟ تقول لي تاكل كبده لو كانت كبده 7 ديناصورات لو باتت على الدبران ما روحتش حلو كده مش هتعرف تجيبها بعيد 60 ملي جرام ايرون. ولذلك الايرون if the only mineral that should be supplemented with food تقول لي كالسيوم والفيتامين كل ده المينرال الوحيد اللي ما ينفعش تجيب مع الحمل هو مين؟ والا يجي ايرون ديفيشنسي انيميا اللي هي عامله بص دلوقتي في نوزيا وبومن صح؟ وفي اتش سي ال والابسوربشن قدام ده بقى في انكريز ديماند بتكمل مين الديماند ده زياده ليه؟ عشان عايز اعمل ار بي سيز ما تبدل ولا في تل؟ الاثنين عايز اعمل مصر ما تبدل ولا في تل؟ الاثنين ايه علاقه مصر بالموضوع؟ ما هو زي ما في هيموجلوبين في مايوجلوبين والهيموجلوبين والمايوجلوبين محتاجين ايرون مفهوم ولا لا؟ وعشان كده قدام النوزيا والبوندي والريليز اتش سي ال دي انكريز ايه؟ المرض. ولذلك الايرون ديفيشنسي انيميا هو الكومنست فور اوف باثولوجيكال انيميا ديورنج بريجنس والايرون از ذا اونلي is the only mineral that should be supplemented during pregnancy. وفي اليوجوال أولاد بنكتب العيادة كده بنقول لها حضرتك لازم تاخدي كبسولة 50 ملي جرام بعد الإفطار مع كوب برتقال أو كوب من الليمون. ليه؟ طبعا في مشكلة إنك لازم تفهمها ان احنا بناخد كوبايه الليمون دي عشان الكبسوله دي لان دي يقول لك الاثنين مع بعض بيعملوا لي حموضه جامده باخد الكبسوله الصبح واشرب عصير الطاقه دي يعني فاهم الفكره. فانت لازم تفهمها كويس قوي ان دي عشان مفهوم. طيب المهم فهمنا الباسو جينيسيس بتاع الايرون ديفيشنسي ايه؟ انيميا. طيب يجي بعديه في الاهميه في الجنريشن اللي هو مين بقى الفوليك اسيد ايه؟ ديفيشنسي. طبعا اخرهم مين بقى؟ فيتامين دي ايه؟ الاثنين بيعملوا ميجالو بلاستيك انيميا. الاثنين بيعملوا ايه؟ ميجالو بلاستيك انيميا. فوليك اسيد ديفيشنسي مشهور شويه وقلنا فيتامين بي في الدايجوالت ديفيشنسي ده مش موجود غير في مين؟ الستريكت فيجيتيريان هم دول شواذ يعني لما يجي لهم بيفرق ان شاء الله يتشربوا على الارض كره ارضيه وخلاص عشان الحاله مش لزوز. طيب يبقى اذا الاير ديفيشنسي يعني ايه؟ ده مستقام يليه فوليك اسيد ديفيشنسي والفيتامين بي 12 بتعتبر ايه؟ هم حتى الفيجيتيريان ده كنوع من الشذوذ يقول لك ايه انا احب اخد الحقنه بتاعه الفيتامين بي 12 كل شهر
احافظ على الفيتامين بي 2 ممكن استمتع في حاجه ونوع من الاستمتاع هو برضه انا بشتغل في بعض الحوارات. طب وانت؟ ارجع موضوعنا تاني، ارجع خارج يبقى عرفت يعني ايه هاي ديفيشنسي ويعني ايه فوليك وفيتامين بي، والاثنين دول بيعملوا مجال الراسي تاني. طيب ديكريس فورميشن قلنا نيوتريشنال او ايه ابلاستيك. بس خلي بالك الابلاستيك دي مش هتشوفها ليه؟ هل فكره ان عياله يجي لها مرض غضار ويعمل بول مارو ابليسيا ويكون الاوفل بتاعها واليوتر شغالين فكره از ان لايك فاهمين قصدي ولا لا؟ فدي فكره اللي مش هتكلم عنها. طيب ديجري انكريز وصره زياده الوصر ده ايه بقى او ايه؟ ده هيموراجيك وبالمناسبه الهيموراج ممكن يبقى نار اوبستاتريك او اوبستاتريك. نار اوبستاتريك زي من جي اي تي مثلا او اوبستاتريك زي بيبي ان اي بريجنسي والانتي بارتم بوست بارتم هم هنعمل الكومبليكيشن بتاع حضرتك اللي فاكرها السنه اللي فاتت. طيب هيموراجيك اخر حاجه بقى مين اللي هو ايه؟ هيموليتيك. الهيموليتيك ده اشهر حاجه فيه بيتا ثلاثين. طبعا في انواع كتير قوي. مين عندي زي ما قلت بعد احسن؟ مش عارف سيكل سيل اديه، سيكل سيل تري، مش عارف الفا ثلاثين، يعني الفا ثلاثين، سعيد ثلاثين، اي حاجه. كل الكلام ده جميل جدا. انا عايز اتكلم على البيتا ايه؟ ثلاثين. ماشي. بالمناسبه في حاجه كمان من الهيموليتيك ده نوع انتوا اسمها فبينا لو هو ايه؟ مايكرو انتيبادي بيحصل فين ده؟ في البري كلاسي واي اي مرض عارفين الاي تي بي والتي تي بي والريبيوتي 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 وحاجات كده. اي مرض بيبقى فيه بريفرنس اوف بوزس ممكن الاقي فيه مايكرو انتيبادي ولدت ايه؟ طيب شايفين الثنائيات ده بقى؟ الثنائيات بتقول ايه؟ بتقول اول ثنائيه لما اجي اسالك في الانيميا دي بتقول ايه؟ انكريس بروبريشن او ايه؟ Increase formation or increase loss. يعني مادة حدثت كمادة نظام ايه؟ اولا هيموليتيك اولا دي بقى السببية يعني هيموغلوبيناطي كمايكرو انتيباديز هيموليتيك ايه؟ سبب؟ في بقى نوع خاص في البريجنسي اسمه الفسيولوجيكال انيميا وسبريدز. احنا قلنا ان في البريجنسي صوت ووتر مين اللي بيزيد بقى في البريجنسي؟ البلازما كوليوم ولا الار بي سيز؟ بس البلازما كوليا بتزيد اكتر من الار بي سي. البلازما كوليا بتزيد تقريبا 50% بينما الار بي سي بتزيد من 35% ل 40%. ده بيؤدي الى فكره ايه؟ انه الهيموجلوبين بيبقى ضعيف. افتكروا البيك بتاع الفيزيولوجيكال انيميا ده بقى 28. لذلك بنقيس الهيموجلوبين في الفيرست تريمستر and reach it عن 28% مفهوم ولا لا؟ يبقى الباثوجينيسيس بتاع الفسيولوجيكال انيميا انكريز البلازما فوليوم اكتر من انكريز الار بي سيز. اوعى تقع فيها في الامس كيو يا كوكو، اوعى يجي يقول لك البلازما فوليوم بيزيد والار بي سيز بتقل، البلازما فوليوم بيقل والار بي سيز بتقل، يعني كده حاجات كده طبعا انكريز وديكريز ده بيطلع متفرقه تاخدها انت بسهم فوق وسهم تحت لغايه ما تلاقي السهمين دول فوق اختار. ماشي؟ يعني عشان بس اريحك اقعد انت اكتب اسهم كده اول ما السهمين تلاقيهم باصين فوق يبقى دي جمله صح. الار بي سي بلازما بولي هو الار بي سي الاثنين ايه؟ يزيد بس البلازما بتزيد اكتر من الار بي سي ده بيعمل ايه؟ طيب ثلاثة أربعة اتشوجن تفاصيل خمسة كلاسيفيكيشن. واحد يقول لك دكتور ديفرنت كلاسيفيكيشن هنا دي قول له نفس السبب حته صغيره وعايز اخد الكومبليكيشن بتاعها. الكلاسيفيكيشن هنا بنقسم الانيميا الى مايل ومودريت وسيفير انيميا. هو احنا قلنا عايزين الهيموجلوبين كام ولا لا؟
11. وبالتالي الهيموجلوبين اللي من 10 نيكروتين، خلي بالك ده أول جرام، ده أول إيه؟ جرام. أول جرام ده أنا أسيمبتوماتيك. ما ده اللي بيحصل؟ بيحصل depletion of iron stores. هو أنا لازم عشان أتحرك تبقى العمل الموت؟ اسمع بقى الجملة اللي جاية دي، اسمع الجملة اللي جاية دي. أنيميا is laboratory finding. اللي مش بالضرورة تبقى ليها clinical presentation. أنيميا is بدليل من التعريف بتاعها ايه؟ وانا قلت لك ان الانيميا دي لما معايا يحصل لها ايه؟ هيموجلوبين اقل من 11، سو انيميا is laboratory ايه؟ فاين. مش بالضرورة يبقى ليها اعراض. طيب والحقيقة ان في الستيج ده اول لما العيادة اللي مره بيقل عن 11، اشمعنى اشمعنى عرفوا الانيميا ليه ما عرفهاش مثلا عن 11 وربع 11 وخمس؟ لان عند 11 من 10 ل 11 ما بيلاقوش سيما في الريتين. طبعا ما فيش حاجه اسمها بيقل ما بيقول بيديكريز، بس بس هي انا عارفها. اه بيلاقوا ان يعني ديبليشن اوف ايرن سورس مفهوم ولا لا؟ وهي الفكره كده، الفكره ان انا رحت اشتري حاجه كويس، اقول له عايز التلفزيون ده، يقول له ابراهيم هاتلنا من مخزن واحد من الباشا. اللي عايز التلفزيون ده يا ابراهيم هاتلنا واحد من مخزن الباشا. لو انت هتقول له تقول لي لا معلش ما عندناش في المخزن، دي اخر قطعه، بعد كده مش هيبقى عندنا، بس المخزن يفضل قوي. مفهوم ولا لا؟ فالفيرست لابوراتوري فايندنج في الاي ديفيشنسي انيميا ولا ديفيشن اوف ايه؟ ايرس. فاهمين الفكره ولا لا؟ لما احنا لسه عندنا ار بي سيز طول ما لسه عندنا ايه؟ ار بي سيز. ارجع تاني اقول لك من 10 ل 11 مفيش سيمبتوم مفيش اعراض. لما تيجي تبص على التمرين هتلاقي التمرين فيها ايه؟ فيها التلفزيون، بس الاي ار بي سيز ما بقتش موجوده. لازم ابتدي اتدخل، الشاطر يتدخل قبل ما يبتدي الاعراض، صح؟ المودريت اللي هي من 7 ل 10، المودريت اللي هي من 7 ل ايه؟ ل 10. هنا بقى يبتدي يبان الفرق شويه، يبتدي تبان بعض الاعراض. طيب تبتدي ايزي في الاتجاه يبتدي تدوب وحاجه فوق حاجه كده لغايه لما الهيموجلوبين يقل عن 7. نبتدي نتفرج بقى على الحاجات العنيفه زي الابيثيليال الابيثيليال بروبلمز، يعني ويك ابيثيليال. زي ايه ويك ابيثيليال؟ ستوماتايتس، بروسايتس، صح؟ كوليونيكيا، دي الحاجات دي. يعني ايه كوليونيكيا؟ يلا بص، يبتدي يبقى في حاجه اسمها بايبا. يعني ايه بايبا؟ بص بقى، الحمل فيه نوعين من الابروتات، لونجين وبايبر. ايه الفرق بين لونجين وبايبر؟ لونجين abnormal design to normal food. نفسي في الحركة، حموت على تفاحية، على خيار، على اي حاجة، ده اقل واحد رومي. الفايكا بقى abnormal design to abnormal food. تقول لك نفسي تصبح حديدة يا باشا، نفسي اكل معلقة طين. دول بتوع الاي ديفيشنسي يعني بس ان هم احتياج للايرن، فتقول لك هاخد معلقه دي. نفسي في تباشيره قماشه، ده الكالسيوم ديفيشنسي. نفسي اكل صابون، لا دي ليه يا ما كل حاجه في الديفيشنسي. لا هو انت لقيت واحده تاكل صابونه فكرت يعني ايه؟ دي بقى حاجات انا ما بعرفش اصنفها لونجنج ولا بايب. يعني ايه لما واحده تقول لك نفسي في الفسيخ؟ ده اكتر من بايب. حصل في حاجتين، في حاجتين ما بفهمش يعني ايه بحبهم، الفسيخ والملوحه والكلام ده. انا اصلا ما بعرفش اخش بيت فسيخ، فاللي ياكل بقى عفن قوي الله. وفي العين كسوس برضه، ده كذاب، ده كذاب. دول ناس كذابين. فبتقول لك نفسي في عين او نفسي في فسيخ، دي
ميه بس يعني لا حاجه الشاي ده اوكي لغايه لما الهيموجلوبين ينزل تحت الاربعه ساعتها العينه دي يبتدي يبقى فيها الات خارجيه دي اسمها دي اعلى مراتب السبيل دي اعلى مراتب الايه؟ امتى العينه تخش في الات خارجيه لما الهيموجلوبين بتاعها يقل عن ايه؟ اربعه يبقى عندنا بقى مايلد وموديريت وسبيل ودي كومبنسيتد مايلد وموديريت وسبيل ودي ايه؟ كومبنسيتد حلو سته complications من هنا لو كانت تخص الاضطراب بالك ان العينات المايلد ما فيهاش مشكله غير ان ما عندهاش اير منين؟ وفاقد الوعي لا يعطيك وبالتالي بيبقى عندي فيتال ونيونيتال انيميا يعني العيالين دول اللي ما عندهمش عيال بالسرز هم مش هيزعلوا بس لما يخلفوا عيال العيال دول هيبقوا عيال فريق هيزعلوا طيب مدرك تو سيفير المعتاد اولاد احنا بنقول دايما ماتيرنال وايه؟ والماتيرنال ده ما هو الافكت اوف بريجنسي على مين؟ اي كلام يعني ايه هي الميديكال كومبليكيشن؟ قلناها انه العيانه دي فيها بالر فيها بايكا العيانه دي فيها جلوسايتس فيها ستوماتايتس العيانه دي فيها كوليوريكيا طيب واعلى المراتب ان العيانه دي فيها انيميك ايه؟ هارت فيلر حلو كده؟ طيب دي اسمها الميديكال كومبليكيشن طيب ايه الاوبستاتريك كومبليكيشن؟ بلاسنتال اسكيميا صح؟ هتعمل ايه؟ واحد امبليش مش هتفرق ولا مربع صح؟ العيانه الانيميك دي اللي عندها بلاسنتال اسكيميا صح؟ هيحصل لها بري اكلامزيا ده يبين بقى ايه مش مين كلمه مسلسل بري اكلامزيا بلاسنتال ابربشن ها؟ بري اي سي ها؟ بريدل ليبر يلا بقى مش عارف بقى انا جاهزين بقى ايوه دي ابوش هو بريدل ليبر هو اي في ار و اي و بي صح وايه تاني؟ وايه وايه اني واي اثنين العيانه دي هيبقى عندها سكين فيوتر صح؟ يلا مين يا نورهان يلا هيحصل ايه يعمل ايه سكين فيوتر؟ برافو عليك برولونجد ليبر واتونيك بوست بارتم ايه؟ طيب خلصنا في بعد الولاده زياده الليابيلي بيقول ايه؟ انفكشن يجيب لها الريفرال ايه؟ قصدي هو ده بقى كاتبنا الكتاب مع بعض بس حاجه تحافظ على الكتاب بس يعني الالات الشبابيه طيب يبقى اذا لو جينا نتكلم على العيانه دي من ناحيه ميديكال احنا عارفين الكومبليكيتد انيميا اللي بتبان في صوره ويك ابيديليم اللي بتبقى في صورة أعلى مرتبة أنيميك هارت إيه؟ فيلير دي الميديكال كومبليكيشن طب إيه الأوبستاكل كومبليكيشنز بتاعت الأنيميا؟ ثلاث حاجات واحد أمبليت بس أنت الإسكيميا واحد أمبليت الشكل ورا في كامتيا بلاسنتا الأوراق مش عارف إيه اثنين ويك يوترس يعني برولونجد ليبر و وبوس بارتم هاف الأخيرة بيربورال إيه؟ سبسيس يانتا لابيبي فور إيه؟ إنفكشن يلا سيدي يلا سيدي طيب 7-8 فرصة وبرضية Diagnosis and Treatment أصار بيني وبينك مش عايز أشغلك تاني بسنشوف لا خلاص اللي اتقبل احنا عارفين ان الماي دي ايه سيمتوماتي وبعدين دي يبتدي العيانة دي يبقى فيها ايزي فتجابيني ونصف كفر العيالين الأنيميك بيشتكوا من كده ولا صح؟ ما عندهمش إجابة هنا يا ما يشتكوش خالص وده اليوجوال بلاش اليوجوال ده المفروض علينا كدكاترة إن العيال الأنيميك ما تشتكيش يعني إيه ما تشتكيش؟
يعني اكتشفها وهي مريض. قبل ما تجيش لي ان انا دايما مش قادر اعمل حاجه ومش قادر اقف على رجلي مفهومه ولا لا؟ طب اكتشفها ازاي؟ هنا بقى لو سمحت يا لو سمحت هنا بقى ارجع اللي انا عايز اقوله الدنيا كده. انا عايز اقول ايه كده؟ المفروض ان الهيموجلوبين معلش اللي انا هكتبه ده صوره ماشي؟ يعني حاول تركز معايا قوي وتصوره. المفروض ان الهيموجلوبين بيبقى شد كام مره في الجلد؟ برافو عليك. مرة ايه؟ مرة اون بوم. والمرة الثانية ايه؟ 28-32 ونص. لو لقيت الهيموجلوبين اقل من 11 جرام بير سنت هبتدي اعمل سي بي سي. كويس؟ سي بي سي فرق تاني. لو لقيت العيانة دي خلينا نخلطها دي فيها نيجارو بلاستر هنيمي ها يبقى ليه فوليك اسيد او فيتامين بي 12 خلاص كده بقى. لو هي مش ستريكت مش هيتريا يبقى فوليك اسيد. فاهمين قصدي ولا لا؟ هي فيتامين بي 12 اونلي في ستريكت مش هيتريا مش كده؟ يبقى لو العيانه دي مش ستريكت مش هيتريا يبقى امر واحدا ده ايه؟ فوليك اسيد. يبقى هنا لازم نقول ان ده ايه؟ اونلي تاني في الاستراكت ايه؟ لو لقيت نورموسيفيك نورموكروم يبقى دي دايليوشنال غالبا افتر اكسكلوجن اوف هيموراجيا. تاني يبقى دي دايليوشنال غالبا افتر اكسكلوجن اوف ايه؟ لو طبعا انا ما بنزلش لو مش بلاسنتا بريديا لو يبقى دي ايه؟ بلاش. لو انا لقيت مايكرو سيتيك هايبوكروم برضه عارفين تعريفات الحاجات دي ولا لا؟ ايه؟ انا ما اعرفش. يعني ايه مايكرو سيتيك؟ يعني المين سيل فوليوم اقل من برافو عليك يا ثاني ما عارفين هايبوكرومك يعني الانجليز مين بروفيسور هيقولوا من ايه؟ هما اللي جابوا الرصد التاني يعني المين سيل فوليوم اكتر من 100 فاكتور ليتر ويز ديكريز مين بروفيسور هيقولوا كونسنتريشن برضه يعني جابوا الرصد يعني ايه؟ جابوا الرصد التاني يعني مايكروسيتيك هايبر كروم. ما لو هايبر كروم مش هيبقى هيقولوا قليل عشان بس ايه في ناس كده ايه خلاص فده ايه نورموسيتيك نورموكروميك ده معناه ايه ان المين سيل فوليوم بين ال 80 وايه وال 100 وال نورمال مين بروفاسكولار هيموجلوبين ايه كونسنتريشن. حلو كده لقيت انا بقى مايكروسيتيك هايبو ايه كروميك هنا هبتدي امشي في اتجاهين رئيسيين اولا برافو عليك اعمل ايرن بروفايل واعمل هيموجلوبين الكترو فوريزيس. هاي لو لقيت ديكريز سيرو فيريدين واحتمال ده اول ايه؟ ده اول ابنورمال تيست وذ انكريز ايرن بايندينج. طب الكلام ده لما يكون وطبعا يجري سيرة مريض لما الحديد يبقى قليل في الجسم فببص الاقي الفردين اللي فاضل فاضي فعشان هو فاضي بيقبل الاير اي اير نيورون يقبله ده اسمه انكريز اير بايندنج ايه؟ بس انا عندي انكريز فردين بشكل عام وشويه الفردين اللي باقيين بيقبلوا اي اير بتديه له لانهم فاضيين يبقى اسمه انما لو انا الفردين مليان مش هيقبل الاير بتديه له يبقى اسمه انكريز اير بايندنج ايه؟ يبقى هنا في انكريز سيروم فردين انكريز اير بايندنج كاباسيتي وانكريز سيروم ايه؟ اير. طيب هيموجلوبين الكتروفوريز بتدور على ايه؟ بتدور على انكريز هيموجلوبين اف وانكريز هيموجلوبين اي 2 صح؟
كده ولا ايه؟ عارفين الحاجات دي؟ برافو عليك ولا ايه؟ انتوا عظمه انتوا عظمه وقت زي الفل ان شاء الله. صح. بصوا هو لما الجسم بيلاقي انه مش عارف يعمل هو يعني بيتا ثلاثيميا يعني مش عارف اعمل البيتا تشين بتاعت الجلوبين فابتدي اكتشفت ان انا اعمل بدل الهيموجلوبين ايه او ده الهيموجلوبين بتاع الكبار بدل ما اعمل الهيموجلوبين ايه اعمل الهيموجلوبين ايه اعمل الهيموجلوبين ايه تو اعمل الهيموجلوبين البيتا تشين زياده فاهمين الفكره ولا لا؟ فبيبتدي الهيموجلوبين ايه تو يزيد عن 3.5% ويبتدي الهيموجلوبين اف يزيد مع الهيموجلوبين اي 1 بقى ايه؟ ماشي كده؟ لو لقينا دي يبقى العيانه دي عندها ايه؟ هاي ديفيشنسي ايه؟ لو لقينا دي يبقى العيانه دي عندها ايه؟ بيتا ودول اولاد اهم عيانتين عندنا في الانيميا دول العيانتين اللي احنا تنفيذ المانجمنت بتاعهم مفهوم ولا لا؟ مش كده انا ايه؟ انا عايز ابروتش عايز ابروتش اخش على هنا مع بعض طيب بنعمل ايه للعيانه الاير ديفيشنسي هي عندها ثلاث حلول الحل الاولاني ان انا اديها اورال ايرون الحل الثاني ان انا اديها بارنترال ايرون الحل الثالث ان انا اديها باد ايرون قولي انت زعلان من الاورال ايرون دي فين؟ اقول لك اولا الاورال ايرون ده الاول هياخد له اسبوعين ثلاثه تريبلاش الايرون ستور كويس؟ قول هنا بقى هنبص هنا كده ان انا قبل ما ببتدي اعلي الهيموجلوبين بريبلاش الايرون ستور الاول بعوض بقى سيرم فريدين واعمل مش عارف ايه وبتاع وبعدين اعمل ار بي سي وبعدين بعد ما ريبلانش الايرن ستور بزود من نص لواحد جرام بير ويك فاهمين حاجه؟ يعني هيشتغل بالراحه فده معناه حاجتين ان انا عشان استخدمه مش هينفع استخدمه الا في المايلد انيميا في الميد ترايل فاهمين ولا لا؟ وبالمناسبه بقى ايه الدوز بتاعت الاورال ايرن ثيرابيوتيك؟ احنا خدنا الدوز بتاعت الاورال ايرن بروجريس صح؟ ايه الدوز بتاعت الاورال ايرن بروجريس؟ تمام اس بي اللي هي 50 مللي جرام بير دي دي البروجريس بنحط معاها فيتامين ايه؟ سي صح؟ هيقول لك هاو تو افويد ايرن ديفيشنسي انيميا كل رقم واحد كل انتينيتر كير يعني كل انتينيتر كير يعني اعمل هيموجلوبين مره دي صح؟ رقم اثنين ادي للعيانه بروفيلاكتيك ايرون دوز زي الفيتامين ايه؟ فيتامين سي صح ولا رقم اثنين امال الثيرابيوتيك دوز قد ايه؟ 150 طب تقول احفظها ازاي؟ اقول لك سهله مش احنا كنا بندي كبسوله بعد الفطار طب ما نخليها بعد العشاء فاهمين ولا لا؟ وساعات تدي مع العشاء كبسولتين ولا حاجه 150 مفهوم ولا لا؟ انما هي الفكره انت بتكتبها كده البروفيلاكتيك ال 50 الكبسوله الواحده انما الثيرابيوتيك كام كبسوله ولا ثيرابيوتيك؟ قولوا لي بقى كده هي العيانه اللي بتاخد حديد اللي بتاخد كبسوله بعد الفطار هيموجلوبينها اقل ولا اكثر من 11؟ اكتر طبعا ليه؟ لان ده البروفيلاكتيك اللي بتديه للعيانين اللي هيموجلوبينهم فوق ال 11 عشان ما ينزلش تحت ال 11 العيانه اللي هيموجلوبينها يقل عن 11 تديها ثلاث كبسولات في طرف 10 بصوا شفتوا المعلومه انا قلتها لكم ايه؟ كده صح؟ اول ما جبتها كده يا رب نعمه اسكت يا نعمه اسكت نعمه والله ربنا منعم علينا بيها نعمه كبيره جدا يعني فهمتوا اللي انا قصدي اقوله ولا لا؟ طب اسالكم السؤال تاني بقى بعد ما جبتوا لك انت عايز تحفظه وتكرره خلاص حفظته بقى العيانه اللي بتاخد كبسوله واحده بعد الفطار ومعاكم بقى عصير برتقال برتقال
هيموجلوبينها فوق ولا تحت ال 11 فوق؟ وما لو قال على 11 تكون كام واحده؟ الضغط ده على اكثر فكره ولا لا؟ فوق. طيب امال امتى ارجع للبارنترال ايون؟ اولا الفيل اور. طب امتى الاور رياكشن؟ بيعمل ساعات بتلاقي تيست جامد ونوزيا وممكن يجي في 19 كده؟ او ان انا اديته مستني اسبوعين ثلاثه اربعه ما فيش نتيجه اصلا فيه. طيب او يعني لو عندي مدرج انيميا مثلا برضه ما استشارش تبقى في الديب درايفز ماشي تدي ار دي ستاني ولا حاجه. عايز اعلمكم حاجه تخرب السياق شويه. الحاجه خدت سامبل بتقول انه شو بتقول؟ في حاجه اسمها توتال بارنترال ايرنجوز. معنى برافو عليك. بنعمل ايه في التوتال بارنترال ايرنجوز؟ بنيجي ناخد الهيموجلوبين اللي اتكسر. يعني ايه مثلا؟ الهيموجلوبين ده انا عايزه يبقى 12. طب وهو كام؟ 8. يبقى الديفيسيت كام؟ 4. الاربعه دي مع وزن العيانه دي تبقى العيانه دي محتاجه مثلا 10 امبولات. نقوم عاملين ايه؟ نجيب امبول ونمشيه بشويش. ليه مشيش؟ عشان عندها انافلاكسس ولا ان شاء الله. لو النمبول ده مشي من غير انافلاكسس او حاطط التسعه الباقيين ومشيهم بسرعه وطلع. فمين ولا بقى؟ جرعه واحده بس. هذا سحر. لانه كان المشكله الرئيسيه في الايرن ثيرابي هو بيني وبينك في زمان كتير ما بيصحش كده. لان هو توصل الولد يكون زمان بترفع يعني يعني 25 سنة. يعني السودة البريطة اللي لها 25 سنة. فلو قلت لك ريسنت لا في الأصل. لو قلت لك ريسنت دي بقى ما بقاش فيه مشكلة. لو ما هو مش ريسنت من ربع جرد. من ربع جرد وفي الحكاية دي. من ربع جرد وفي فكرة ان احنا ندي توتال بريطة الأيرن يوز. كانت المشكلة بتاع سنتات زمان. دي كلمة صح. انه الحقنة تحت. وبعدين بتعمل بلاك كولر كده. التوتال بارنترال ايرن دوز دي حلت المشكله الصراحه وبقت لطيفه وخفيفه ان شاء الله. ماشي كده؟ طيب عرفتوا امتى انتي اورال وامتى انتي مين بقى؟ طيب امتى انتي باك تو ار ديزيز؟ رقم واحد رقم واحد اي سيفير اني صح عشان كده الرقم سبعه على الولاد ده رقم حلو. اول لما الاقي عالي هيموجلوبينها 6-6.5 دي يا باك ار ديزيز ما فكرش بقى في مشكله. اثنين حد قال هنا حاجه صح؟ لو داخل عمليه خليني ابدل فكره داخل عمليه ليه؟ بعد 36 اسبوع عشان هي داخله ولا صح ولا لا؟ هي نفس الفكره بالظبط. يبقى بعد 36 اسبوع اول عيانه ان ليبر صح؟ ايه كمان؟ فيلم صح اكتب هيموج. ايه رايكم في حاجه بس انت بيبيا بتنزل من ده لما يجي فوق؟ طب اربعه العيانه اللي فيها انيميا وبيفكشن يعني لو انا عندي عيانه انيميك وفيها بيرفور ريزيرس الانفكشن مش هيخف من غير ما الانيميا تتصلح. بالمناسبه الانيميا مش هتتصلح من غير ما الانيميا تتصلح لازم ابدا بحرق. هو مصلح الانيميا يوم الانفكشن يخف يوم العيانه تتصلح هتلاقي الانيميا وقتها بعد كده. بس الاول ادي باك دي ايه؟ ار دي. واحد يقول لي الانفكشن لطيف احنا ملاحظين انيميا اللي هي برضه مش بتتعمل. احنا ملاحظين يا دكتور ان انت عملت شمال ايه؟ قول لي ايه؟ هي بتنزل في الديتيرمينيشن مع انك ماشي كلاسيك اهو يعني ماشي كلاسيك على المفروض تكمل كلاسيك. لا اسمعوا الجمله دي. الهدف من المانجمنت اوف انيميا وسبريجنسي ان ما فيش عيانه انيميك تولد وهي انيميك. فاهمين حاجه؟ بص لو انا عايز احسن سلوجن كده للانيميا وسبريجنسي ايرلي دايجنوزس ايرلي تريتمنت. أن لا تضع عيانة
وهي انيميك يعني ما تولدش عيانه وهي ايه فانا ما عنديش كونزرفيشن بالمش عندي انيميا خلاص هو العيان ما تولدش انيميك يبقى هي بتولد مش انيميك يبقى مش في الدرس فمين افضل بقى تاني الهدف من المانجمنت الخلية هو ايه دايجنوز اند ايه الله طبع ان لا تلد عيانه وهي انيميك فبص الدرس عيانه تولد وهي انيميك ليه ما كنتش معاهم بتعطينا الفكره دي انا ما كنتش معاهم في اي جاب عيانه وجات البنت روبي بتقول ايه وجات الايه اللهو على لا لكن هذا هو دي ثانيه بلوى على شهوه وانا والله مش ناقصه وبدات ابص لبره وكنت حاسبها وراسي مش مهم يعني لو جات لي البلوى على شهوه وانا والله مش ناقصه يعني لو انا قاعد في حالي كده لقيت عيانه انامك داخله عليا بتولد اعمل ايه بقى؟ اعاملها معامله الكارديك لان انا هيبوكس زيها صح ولا يعني سيمي سيتنج بوزيشن واكسجين ماس وليكويد انرجيزيا فاهمين ولا لا؟ بس هو ايه الفرق؟ في البند الاخراني اللي هو بند الدراكس معلش تعالوا نراجع ما هو نحفظ برضه فاكرين العيانه الكارديك وهي بتولد لو جت لو هكتب الزمن الكبير الهدف ان لا تضع مريضه انيم لا تضع بلاش لا تضع دي عشان مش هتتطور لا تلد عيان انيم وهي لسه انيم طيب لو جاتني البلوى على سهوة لو حصل نعمل ايه؟ تعامل معاملة الكاردياك مع تغيير الاندوتراكس عشان يبقى اسمه باك ار بي سي ماشي الكلام؟ كلام واضح لو جات العيانة دي ما بتزود تعمل ايه؟ سيمي سيتنج بوزيشن هذه كل انرجيسيا تنضغط صح؟ طب اثنين وش اوكسجين ماس وافويد بيرنج داون طب اثنين مونيتور بلس فيتا لو بدلنا مونيتور والانجليز بي بي اندر كومبليت اسبسس نقف عند والثيرد والسكند ستيج شورت والثيرد ستيج جارد اجينست بوست بارتر هيمر صح؟ الفرق الوحيد بند الدراكس هناك كان عندنا انتي فيلير ميجرز وانتي افكت بين سوبرفايز هنا عندنا بقى فهمتوا قصدي ولا لا؟ طب سكيما بتقول بس هو سكيما بس يقول لي عشان ابص مش سكيما ولا حاجه عايزين هاي بوكس فاكيد البنش بتاعهم معايا فاهمين ولا لا؟ هو بس عشان عايزين هاي بوكس كمان دي طريقه تفكير ده بنش مظبوط ولا لا؟ هاي بوريمسيس بيرفيدور بالمناسبه Thank you.
Amen. Gravity law. Every carrier, بيعمل استيميليشن لحاجه قريبه خالص اسمها ايه؟ تيتزل كويس؟ طيب وبعدين الاستروجين دي من الحاجات اللي بتزود الجاستريك موتيليتي. استروجين من الحاجات اللي بتزود الجاستريك ايه؟ موتيليتي. خلاص؟ الكلام ده بيخلي العيانه اي عيانه حاجه اي عيانه حاجه كده يجي لها حاجه اسمها مورنينج سيكنس. يعني لما تصحى الصبح كده تحس ان نفسها نام عليها. وساعة تتطور الى اخرنا خلاص يوم بقى ما كل يومين ثلاثه ترجع ترجيع اسمه انيسيس جرافيدور. ده اسمه ايه؟ عشان الانيسيس جرافيدور يبقى هايبر انيسيس جرافيدور لو ديفينيسيون لازم يبقى سيفير نوزيا وفوميتنج وبريجنسي افكتنج ذا جنرال كونديشن اوف ذا بيشنت. طب يعرفوا ازاي؟ هو حاجتين بيقول لك اهم حاجه في الجنرال كونديشن دي ريكوايرد الهوسبيتاليزيشن. والهوسبيتاليزيشن ده بنبص نلاقي ان العيانه لوس ويت عمرها في حد الوقت يزيد ولا ايه؟ يزيد. فلما نلاقي عدد يجي نقول في الكتاب اكثر من 5% ونلاقي ستارفيشن كيتوز. انا عايز اقف عند ستارفيشن كيتوز دي ثانيه. تعرفين يعني ايه كيتوز الصغير؟ يعني كيتون بوبلز في البلد. كيتوز لسه ما قلناش كيتو يوري يعني هنقول كيتوز لسه ما قلناش حتى كيتو اسيتوز هنقول كيتوز. حلو؟ طب ايه اللي يجيب كيتون بوبلز في البلد؟ بص يا ولاد في نوعين من البنزين لو اخذت في الجسم. في بنزين 95 سوبر ده اللي هو جلوكوز. ليه البنزين السوبر 95 ده بنزين سوبر؟ لانه بيخش كريبس سايكل يحرق كربونه كربونه طبعا من الطاقه. وبالتالي هو كامل الاحتراق ما بيخرجش منه عوالق. في سولار. السولار بتاع الجسم اللي هو الفاتي اسيد. لانها لما بتتحرق بتتحرق لغايه لما توصل لحاجه اسمها اسيدو اسيتك وبيتا هيدروكسي جليسيرين. دول اصغر وحدتين ما بيقدرش يكسر بعد كده. دول عوالق. دول الكيتون بودز اللي بيجوا في الدم وبعدين ينزلوا فين؟ في اليوم. مين يخليني الجا للكيتون بودز احرقها؟ حاجه من الاثنين. يا مفيش جلوكوز يا عندي جلوكوز بس ما عنديش انسولين احرق بيه. ولذلك في نوعين من الكيتوز ستارفيشن كيتوزس ودايابيتيك كيتوز. الفرق ان الستارفيشن كيتوزس معاها هايبو جلايسيميا بينما الدايابيتيك كيتوزس معاها هايبر ايه؟ جلايسيميا. دول بقين عن الكيتوزس. انا في كل حلقه بحاول ادي حتتين طب ملوش دعوه بالامتحان عشان لما اتكرر دكاتره في بيزك نولج مش عندهم. لما تسمعها مني وتسمعها من غيري يبقى كويس بقى. ماشي الكلام؟ يبقى وجود الستارفيشن كيتوزس ولوس اوف ميديوم ويت ده معناه انه العيانه فيها سيفير هايبر انسيس افكتنج ليفر اتجاه الهوسبيتاليزيشن. ديفينيسيون. اثنين ايه يا ولد؟ ديفينيسيون كام في المية؟ قلنا 1%. 1% الاثنين الريأكشن اللي هم في الميديكال ديس اوردرز اللي هم الهايبر انسيس والهارد ايه؟ خلاص هايبر انسيس والهارد ديزيز الاثنين 1%. حلو؟ طب ديفينيشن انسيس بعد كده ايه؟ الجيليبي اند باثوجنز. حلو قوي. الجيليبي اند باثوجنز. تفهموا ان السايكل دي ايه؟ ان اللي هيعمل هايبر انسيس عيب حاجه من ثلاثه صح؟
يا البلاسنتا يا سي ان اس يا الصوت. فهي رسمة واضحة. يعني ايه البلاسنتا؟ يعني لو البلاسنتا التيشو ده زيادة زي في الفيزيكال مود زي في المالتي فيتال بريجنسي يبقى دي اسمها ايه؟ يبقى هيحصل هايبرلابس. الساعة كام بس؟ 6:00 طيب لسه ما جاي على حاجه. انا بص انا الاوبجكت برضه بتاع الكورس ديجيتال ايه؟ انت قول لي عايز بكام وانا غيرك. عايز هايبر امس استعد ايه؟ عايز ربع ساعه كله في ربع ساعه. عايز ثلث ساعه كله. عايز اربع ساعات كله في اربع ساعات. طب اشوف فاضل قد ايه على العشاء. عايز اخلص اللاتيه دي. عايز ربعايه كده اخلص البتاع. المهم اتش سي جي عالي. الاتش سي جي العالي ده بسنتر ريشيو العالي ده زي في السيكلر كور والمالتي فيتا بريجنسي يبقى انا لعبت هنا. طيب امال هنا هنا السي ان اس هتلعب في ايه؟ اللي هم العيانين السايكولوجيكال فيري. يعني ايه؟ بصوا اقول لكم حاجه. موصل سي تي ده اللي هو الكلمه اللي احنا بنقولها بتيجي حضرتك وصاحبتك بتاعت الاي يو سي ولا بتاعت اداب ولا بتاعت اي حاجه مش اداب اللي هي يعني كليه الاداب والاداب ماشيين واخد بالك انت ازاي من اللي هي الحته من عند المترو جايين هنا. ففي كذا مقلب زباله في الطريق يعني كل 4 متر ناس بتسيب زباله في الحته. فانت ماشي بتكلميها كده لقيتها ايه ده؟ قلت لها ترجعي شم الريحه؟ ريحه فعلا وحشه قوي. تمشي ترجعي برضه يعني لان انت دخلت مصلحه وليس معنى الكفر ذنب خلاص يعني ده الليفل الوحش. واخد بالك انت ازاي؟ فهي الفكره ان ممكن الريحه تبقى واحد ممكن الاتش سي جي يبقى واحد ولكن عيانه تفرق عن عيانه. العيانه اللي هي سايكولوجيكالي انستيبل اللي كانت بترجع اول ما دخلت المشرحه او اول ما جت عند مقلب الزباله هترجع جامد هيبقى السي تي ذات بتاعها حساس اكتر. طب هما لقوا دلائل على كده؟ ايوه فهمت. في نقطه ثانيه كمان ظريفه بيقول لك ايه؟ بيقول لك انه اول حاجه الهايبر امس سبور كومن في البرايمري جرافيك عن المالتي بار. طب ده ليه علاقه؟ ايه العلاقه؟ العيانه المالتي بار عندها عيان والناس عارفه انها عندها عيان انما البرايمري جرافيك عايزه تعمل مجال. يعني ايه؟ انت حامل يا بابا؟ انا تبان عليا؟ التالتة ايه؟ دي مش مكتوبة عندكم في الكتاب بس عشان بعمل لك الصورة.
في بعض العيانين عندهم جاستريك ديسريزميا. عارفين ايه يقول لك ايه؟ يا لهوي ده اول ما سمعت الخبر لقيت دخل عليا جالي تقلصات. جالي تقلصات. اللي بتاعك جالي تقلصات ديت يجي يرجع برضه مع الحاجة عايزة لا عندها جاستريك ايه؟ ديسريزميا. وفي الاخر كله لينك كله مربوط في الحته بتاعت السايكو تناخديه يعني. فهمتوا ليه عيانه ممكن يبقى عندها انفجراديدار وعينها هايبر اريس؟ يعني اصل انتوا بتفترضوا ايه؟ بتفترضوا ان الاصل هو ان العيانه تبقى مسكره الجون ومالتي فيتال بريجنس. ايوه بس احنا هنلاقي ناس كتير سنجل. لا يعني السنجل وحامل يعني مش لا مش قصدي محسس فاهم. لا يعني قصدي سنجل بريجنس يعني واحد. العين الواحد ده المشكلة يا هنا يا هنا فاهمين قصدي ولا لأ؟ يبقى المشكلة حاجة من التلاتة أو التلاتة مع بعض سهلة؟ لما تيجي المشكلة دي يكون السيت زد ده يعمل المومنت تعالوا نحكي الحكاية ولا لأ؟ المومنت اللي ابتدى الأول بمورنينج إيه؟ سيكنس وبعدين ابتدى إن العيانة ترجع لما تاكل وبعدين ترجع ليل نهار. الاول كان بسبب الام عليها صوت بعد شويه كمل مش عارف كل ما اقول حاجه كده ارتاح نفسي عندي مش عارف اقول حاجه بعد شويه بقى سيمفونيه. الاول كان بترجع الاكل بعد شويه رجع حاجه اخضر جسر الجوز بعد كده ترجع حاجة بني اللي هي البايل بعد كده ترجع حاجة أحمرة دم بلد التضارب ولا لا؟ ليه احنا عاملين نعلم؟ اسمع بص هنا بص معايا لأن الفوميتنج شايل الأول الأول اللي حصل بص خلينا نشطه الأول وصلنا لايتنج الأول كانت كل لما تاكل بترجع صح؟ الكلام ده خلاها تريفيوز فود صح ولا لا؟ فدخلت في starvation state. يعني ايه بقى كلمة starvation state؟ اول حاجة في starvation state ان العادة دي بقى فيها dehydration صح؟ اول حاجة بقى فيها ايه؟ dehydration. تاني حاجة بقى فيها ايه؟ رب عليكم بقى فيها الكترولايت امبالانس. طب الامبالانس ده جاي منين؟ ايه بقى الحاجات اللي بتفك؟ هي بترجع اتش سي ال صح؟ يعني انا عندي ديفكت صوديوم وبوتاسيوم صح؟ وايه كمان؟ وكلورايد صح؟ عندي صوديوم وكلورايد وايه؟ وبوتاسيوم حلو قوي. وعندي كمان اسيد بيز امبالانس. طيب الامبالانس ده جاي منين؟ اسيدوزس ولا الكالوز؟ الكالوز عشان ترجع اتش سي ال لوز اسيد صح ولا لا؟ ففي هنا الكالوز هو في استارفيشن اسيدوزس بس لا فرق لمرحله الاسيدوزس عشان انا استخدمت كلمه ايه؟ كده لانه الكيتو بوتس مهما حاولت تعمل اسيدوز هتلاقي الكالوز عشان ترجع جامد قوي خلاص. فمعلش حد تحتيها ستارفيشن ايه؟ كيتوز بس خليك فاهم كيتو زيس ما عملهاش اسيدو زيس ماشي. في كمان فيتامين ديفيشينسي وعلى راسهم مين بقى؟ البي 1 طيب وكل ما البي 1 يبتدي يخش جسم كل ما تبتدي النيورون تشلح كل ما تشلح كل ما يبتدي الفوميتنج يزيد وكل ما الاستارفيشن كيتوزس يزيد كل ما يبتدي السي تي زد تزعل من كيتو خالص وكل ما يبتدي الالكترولايت الله فيبتدي الفوميتنج ايه؟ فيبتدي بدل ما كانت بترجع لما تاكل تبتدي ترجع عمال على بطال فاهمين ولا لا؟ وتبتدي ترجع جاستريك وبعدين بايل وبعدين تبتدي اتش سي ال ده عمال يطلع والبايل
يعور اللوح الاسفل. لما يعور اللوح الاسفل لازم يترجع ايه؟ دم. ليه اسم؟ يا اولاد ليه مدارس؟ فكر انا بقى الحين كل ما في مدارس ولا لا؟ لا، لما يبقى في حد في لوح الاسفل بس يعور ويرجع دم، ده سندروم. ليه اسم؟ في حد كان مبسوط لما تنزل حد ها؟ memory vice memory. الميموري فايس سندروم ده مشهور في مين اكتر؟ الفايس شطر. ان الناس اللي بتشرب كمورات وحاجات الخمر بتعور اللي هو ايه؟ الاسوفجس وبيرجعه ده. هنا مش الخمر اللي عورت اللي هو الاسوفجس، اللي عور اللي هو الاسوفجس هو الاتش سي ال اللي انا عامله. اقف هنا كده عندك، اقف عندك. Definition incidence in theology pathogenesis. الحقيقة classification هي موبايلة كتير. Classification أنا علمتك يعني إيه emesis gravidorum و hyper emesis إيه gravidorum. ستة complication. عارفين الرسمة دي؟ غلط. ما هي الرسمة دي بتتكرر في طلبة أربع مرات في تاني مرة. بص كده يا دكتور، تعالوا زي ما اتعودنا ناخد الرسمه دي من تحت لفوق. نلاقي ان البيبي ده لايبل فور ابورشن عشان دول كلهم صح؟ او كونجنتال فيتال مالفورميشن عشان دول، او عشان العاده دي ده كلهم مع بعض. ماشي كلام؟ ادي واحد. مين يجي لي هنا بقى ويقول لي البلوك بتاعها فيه ايه؟ هيمو كونسنتريشن فينس رومبوليزم الكترولايت اسيد بيز كيمبلت، صح كده؟ مش كده ولا ايه؟ فلما ابص على الباب هلاقي فيه هيمو كونسنتريشن، ممكن الاقي دي اي سي، ممكن الاقي هايبو انيميا كارينيا بتاع ده كولرينيا الكالوزس ستارفيشن ديبوزيت حاسس. ماشي. طيب اخبار الليفر ايه؟ ليفر سيل فيلير. بيسموه سنتري لوبلر نيكروزس اوف ذا ليفر. دي الليفر الحته اللي في السنتر. اشمعنى الحته في السنتر؟ عشان دي ابعد حته عن الارض. انتوا عارفين في الليفر الارض في الجناب وفي السنتر ده البيت. مش مهم قوي يعني. الليفر سيل فيلير. ولكن الليفر انزايمز عماله تعمل. تمام؟ انكريز ليفر ايه؟ انزايم. طب الكيدني رينا الفيلير صح؟ رينا الفيلير. طب الهارت براون اتروفي وهارت فيلير. الهارت دي هايدريتد مش جاي له وبتاع، بس في حاجه اسمها براون اتروفي ويفي. طب واللور اوسوفيجاس مالوري فايس سندروم صح؟ طب والعينين؟ العينين بيحصل فيها ايه في السيفير دي هايدريشن ده؟ ايه؟ لا مش بس انت الميه، انا بتكلم عن الريتنا. عارفين يا ولاد لما الدنيا تمطر رقبه تبقى صح؟ لما تسيبها تنشف تحس فيها بتشقق. الريتنا لما تبقى ليها هايدريتد قوي بتشقق ويبتدي يحصل ريتنا الاول وريتنا الايه؟ ديتاتشمنت. هنا ممكن يحصل ريتنا ديتاتشمنت اند ايه؟ ماركس. البرين بيرفكس ايه حكايه فيرنكس؟ فرق عارفينه؟ بغض النظر. فاينل ديفيشنسي بقى ماوري فايس وال ماوري فايس والفيرنكس الاثنين سبب الهارتس والاثنين عليهم في السنه الجايه خلاص؟ ما تقولش فيها ولا حاجه، هارت بس عادي. يعني ايه فيرنكس انفلوبس؟ دي ماينيريتنج برين ديفيشنسي. بيبتدي لما يبقاش فيه فاينل ويبتدي النيرفز تبقى دي ماينيريتد، تلاقي العيان الاول بيحصل له حاجات فيشل استجمر مش عارف ايه وحاجات كده، وبعدين بعد شويه يبتدي يبقى فيه بريفر نيورومي في الشال تبقى كوماتون في الموت. فيرنكس خطير جدا خطير جدا. طيب
سبعة ستة كومبليكيشن سبعة دايجنوز. طب بصوا الدايجنوز ده اصلا حاجه في الموضوع. الدايجنوز عباره عن كلينيكال بيكتشر اسمها فوميتنج افكتنج الجنرال كونديشن. واحنا شرحنا الفوميتنج وشرحنا الجنرال كونديشن. يعني في العاده دي بتشتكي من ايه؟ انها بترجع كتير. الاول كانت بترجع الصبح، بعد كده بترجع للتانجو، بعدين اخضر، بني، احمر. ابص على الفايتال داتا بتاعتها الاقي الفايتال داتا بتاعتها ضايعه، العيانه لو بلو بريشر، بلس مش عارف ايه. سهله. طيب ابتدي اقول عايز اعمل انفستيجيشن. هديني نكتب الانفستيجيشن اللي على رسمه النحله زي ما اتعودت، صح؟ ايه الانفستيجيشن؟ اعمل الترا ساوند، صح؟ عشان اشوف دول واشوف الفيزيكال مول والمالتي فيتا بريجنس. دي حين في الالترا ساوند ان يوريني في ابورشن او بال فورميشن، وان يوريني في الفيزيكال مول او مالتي فيتا بريجنس. كويس. طيب نحب نعمل سي بي سي وكواجيليشن بروفايل، مش كده؟ ونحب نعمل الكترولايت واي بي جي، مش كده؟ ونحب نعمل بقى يورين اناليسيس، شوف في كيتون بوكس ولا لا، ونحب نعمل رينال فانكشن تيست، ونحب نعمل ليفر فانكشن تيست، ونحب نعمل اي سي جي وايكو فانكس ام ار اي على البرين. بس طبعا لو العيانه فيها مانيفستيشن اوف ايه؟ فيرتكس نيوتراكس. سهله نفس الفكره. طيب شخصنا، تعالوا نروح بقى لمسرح العمليات. العيانه دي داخله الاستقبال شكلها عامل ازاي؟ داخله الاستقبال شكلها كان تاني، لابسه طرحه رفاه كده، كويس؟ ولابسه جلابيه بيت نص كوب، ذات لو احنا في الصين جلابيه بيت بقى واسعه كده من هنا كده، واخد بالك؟ والملابس الخلفيه باينه ليه؟ عايز اوصلك احساس ايه؟ البنت دي محجبه ربطوها شعرها، بس مش قادرين يلبسوها، يعني هي من الانهاك لدرجه انها مش قادره تلبس لوحدها، فاهمين ولا لا؟ فساعات كانوا حاطين عليها بلايه ولا بتاع كده، لانها مش قادرين يغيروا لها هدومها، لانها مش هامه تضغط معاها، مش عارف يوصل لكم الاحساس ولا لا. بالمناسبه كل اللي انا بحكيه ده هي كلام مقتبس عن مناظر انا شفتها، فانا بنقل لك المنظر بس بنقل لك كمان السيجنفكنس بتاعه. ازاي العيانه دي ربط الله شعرها في اشاره وغطي الله بتاع برغم انها لابسه بتاع نص كوب وواسعه، يعني دي جلابيه بيت، جلابيه وعاد، عشان العيانه ايه؟ ضايعه ما فيهاش كيك خالص، وجايه بقى متسنده كده على ايه؟ جوزها، ومتسنده على حد من اخواتها، وفي جايه معاهم الست بتاعتنا دي كل مره دي اللي هي ايه؟ تبقى لابسه جلابيه او لابسه عبايه سمراء ضيقه من فوق واسعه من تحت وفيها دردر ولابسه قشره اسود. دي دي بتاع الست دي اللي هي بتبقى ايه؟ ما نعرفهاش وهي ما تعرفش حاجه خالص، دي البرو اسمها ايه؟ في العيله البرو. خير ازيك اتفضل؟ مفيش حاجه بتاع مفيش حاجه بتاع. فتيجي بقى ست البرو تقول لك ايه؟ خلوك معايا يا دكتور ان حاجه تقعد في بطنها لا يمكن، يا دوبك يعني اسقيها صوت الشرب، نسيت الفراخ ما تقعدش بطنها وتراجع. فابتدي ابص على العيانه الاقيها كانت بتراجع اكل، وبعدين بقت بتراجع دلوقتي حاجه خضراء كده اللي هي حصلت معاك، بس لو هو كده يبقى كويس. اشوف الفايتال داتا بتاعتها الاقي الفايتال داتا ايه؟ ضايعه. ابعت لها على الاقل سي بي سي صوديوم بوتاسيوم اي بي جي ده اقل واجب، واي ام دي واي اس دي ولينا يجوا كمان شويه. هبص الاقي في كيتون بودس في اليورين. انا شخصت ان العيانه دي هايبر اليسيس ايه؟ بيرابيدات. ها يا دكتور خير، دي عندها خيء مستعصي. انا بقول لهم تقف عندها ايه؟ فتلاقي الوريه المعبايه سمرا دي. طبعا النبي يا دكتور دخلوها بقى وحطوها في الجلوكوز. طبعا لو قلت لها حاضر يا ستي هنديها، اولا ينفع عندي عيانه دي جلوكوز؟ استحالة. ليه؟ العيانة دي لو خدت كولوكوز هي عندها شوية سايمن اسيتيتك، هيقوم الكولوكوز ده واخد السايمن يتحرق بيه في الكريبس سايكل، فيبتدي الفيرنكس ينكفلوبس اللي ما كانش حصل ايه؟
يحصل امين ولا لا وتموت. It's contrary to the demand that I need to propose. ما ينفعش الا قبل ما يتعبوا بايه؟ سايمن. لكن بقول كده في الايه الرابعه ايه؟ انت دلوقتي عايز تديله بروبوز صح؟ طب الناس هتقول ايه؟ عبيله وديله. يبقى الاول ايه؟ عبيله وبعدين ايه؟ اديله. يبقى عبيها سايمن الاول وبعدين بديها ايه؟ يعني الناس الاول عبيله ايه؟ طيب لو طوعت العيال دي قلت لها حاضر يا ستي خلي بالك دي هينفع دي بقى هتيجي وراك تقول يعني ايه؟ حاضر يا ستي فتيجي بقى تطلعها فوق انت هتديها صلاه مثلا دكتور الكربوس واقف تعالى احمل لها الكابيوله كابيوله اسلمها فاهم صح هتتفهم طب الناس دي يعني معايا اسمع بقى اسمع بقى الخبره العيال الناس دي بتعمل معايا ايه؟ احنا نيجي المنام والبوص نقتلها حريقة ربنا ايه؟ ده احنا فن التعافي حريقة لو اديناها البوص اللي هيحصل البوص ده هيكون سيوف شوية من التايم القليلين اللي عندها وده ممكن يعمل تايم ديفيشنسي وفيرتكسي انكفالابل حضرتك فاهم الكلام ده؟ لا دكتور يعني مش حضرتك دكتور اسمك انت؟ لا ده انا معاك وحيد شكلي في العلاج دينا بس دي تشوفها بقى معاك الدكتوره بعد كده خلاص ده بعت الام انت وخلاص حاضر يا هادي دي الرجوز كمان شويه مش دي ولا حاجه بس تحافظ بس خلاص انت كده ما هيش مصدر يعني المهم طيب يبقى اول حاجه تتخلص من ستي ده اول حاجه ونبتدي نلعب بقى على الحاجات دي تعالوا نشوف نلعب ايه ازاي ركز معايا قوي هنا ونرجع عشان خاطر ما حدش يبص لحاجه ركز هنا وبعدين انا هدي لك على عيني بص هنلعب واحده بقى اول حاجه عايزين نلعب هنا طب نلعب هنا ازاي؟ isolation و anti-immunity isolation قلت لك عشان اخلي ايه CNS كده يفهم ان الحركات دي ملهاش معنى و anti-immunity كلها مش عايزين زد انتي دوبامين و انتي سيروتونين يعني 5 HT و انتي دوبامين انتي دوبامينرجيك في حاجات مشهوره قوي زي الميتلوزين زي الميتوبروبرامايد الميتوبروبرامايد ده ايه سو بريبرين زي الدوبريتون انا الدوبريتون ها ده اللي هو ايه سو موديل زي الدوبريتون اللي وراه كوندنسيترون ها يعني تحس كده الحته دي الجو ايه الكوندنسيترون اللي فاتوا دول كلهم انتي دوبامين لو عندي 5HTN سيروتونين كل ده بيلعب فين؟ سي تي زد بالمناسبه الدوبريدون سوري يعني الاوندانسيترون معلش حاجات فرنسيه بتخش بعض الاوندانسيترون ده اللي هو سفران ده اللي بيتاخد العينين الكيموثيرابي والحاجات دي ماشي انا عمال اختار حاجه من الحاجات دي واديها ماشي الكلام ليه؟ بسد المكان طيب عايز هنا بقى عايز اريح بيه ان بي او يعني ايه امبيو نوتنج بير اورال يعني عادي ما تاكلش وما تشربش ليه يا عم عشان ما انا اقول لك انا هلعب هنا برضو لسه معايا كلام بقول لك بص عليا وبعدين انا هكتب العلاج دكتور انا بفهمك كل كلمه بتلعب فين على الباثولوجي بس ما لسه معايا كلام طيب بص بقى الضربه دي لان الضربه دي اهم ضربه في الليله كلها دلوقتي انا عندي dehydration والالكترولايت امبالانس واسيد بيز امبالانس حل واحد سلاين تانك بيحل التلاته سلاين تانك اللي هو ايه السلاين ده ليه بقول عليه سلاين تانك زي ما حللي كل المشاكل صح ولا لا حللي مشكله الديهايدريشن ولا لا حللي حللي مشكله الالكترولايت ما هو الصلاين ده فيه ميه وفي صوديوم كلورايد يبقى حللي مشكله نقص المياه ومشكله الصوديوم ومشكله مين لما تتحل مشكله الكلورايد تتحل مشكله مين
عرفت ليه محمد عبد العليم بيقول عليه ايه؟ صلاين كينج. ده اللي حل كل المشاكل، مش الكولوكوس. الكولوكوس يموت. فهمتوا ولا لا؟ اوعى تدي، اوعى تدي العيانه دي كولوكوس. الكولوكوس لازم الشعار ايه؟ عبيله واديله. لازم اعبيها الاول فيتامين بي عشان اديها ايه؟ كولوكوس. تاكل. طيب صلاين بلس اور ماينس بوتاسيوم كلورايد. لو لقيت كمان في هايبوكاليميا يبقى زود بوتاسيوم ايه؟ كلورايد. طيب ولازم ادي ايه؟ يلا معايا فيتامين ها؟ بي كومبلكس بقى سبيشالي فاين. مش كده ولا ايه؟ طيب تعالى نمشي كرونولوجي، نمشي بترتيب الاحداث. فهمتوا كل حاجه من دول اللي بشتغل فين ولا لا؟ بالمناسبة ايه اللي يشتغل هنا؟ termination of pregnancy for resistant cases. صح ولا لا؟ بصوا تعالى نمشي مع احنا ايه؟ 8 تمت واحدة واحدة. لما تخشيني عيانة هايبر انسيس جراميدول ايه اول طقم هنزله لها؟ طقم اسمه isolation observation NBO anti-emetics saline plus or minus potassium chloride vitamin B complex. دي الرباعيه البيزك سؤال. دي الرباعيه الايه؟ البيزك. اول ما العيانه دي isolation observation ميبي في الايسو حسب التدهور عشان يبطلش. NPO انتي ايماتي. والانتي ايماتي كل في منه انواع كتيره. صلاين بلس اور ماينس بوتاسيوم كلورايد. صلاين كينج. يعني ايه صلاين كينج؟ يعني ده الملك، ده اللي بيحل المشاكل دي كلها. فيتامين بي كومبلكس. خلصنا؟ خلص. المفروض في خلال يومين ثلاثة العيانة دي تورسمون. بالمناسبة ساعات نزود معهم أوميبرازول. في البي بي آي. عشان ايه بي بي آي؟ عشان الموضوع الباروري فايروس. عشان مهم لو العيانة ريسبوندنج هبتدي اعمل ايه؟ عبيله وديله. يبقى ابتدي ااكلها تدريجيا. ناكلها تدريجيا. ناكلها يا ولد. ناكلها الحاجات اللي تريح معدتك. يعني ايه تريح معدتك؟ كلنا يعني معدتك انت بالذات يعني. لبن. زبادي، لبن، زيتون، سوري اسمه ايه ده؟ جبنه خفيفه. بقسماط بس من غير سمسم. يعني بلاش حاجات سبايسي. حلال؟ بلاش حاجات جريسي مزيدة. بلاش الكولا والكوفايين. افويد زنجر كوكا. يعني على بعض كده. يعني واخد بالك؟ افويد زنجر كوكا على بعض. طيب يبقى ناكلها ايه؟ تدريجيا. وهنا الشعار عبيله وديله وبعدين ايه؟ اطرافه. ده اليوجوال. ده ليه؟ اليوجوال. طيب لو العيانه دي نوت ريسبوند الليفل اللي بعد كده ان شاء الله ما نوصلوش لانه سخيف. ليفل اسمه تي بي ان. لا الاول ستيرويد. ستيرويد تي بي ان termination of pregnancy. يبقى المسخرة دي. أولا تعرفين الاستيرويد ده وصل بيعالج حاجات كتيرة. كل حاجة احنا ما نعرفش هو بيعالجها ليه أو ازاي. بيجي مرض مسؤولين فيه كده فيقول لك معانا استيرويد فاللي هو بيجي. فيقول لك ميكانيزم از انون. مين بي كوركشن اوف ذيس ديزيز. يعني ايه كوركشن؟ يعني يقول لك ايه؟ برونكيال أزمة. ايه الميكانيزم؟ انون. مين دي برونكو دايلاتيشن. هو كان
كاي مقفوله قالك خلاص دي حاجه صعبه يقولك مثلا ايه اي حاجه اي حاجه قول لك الميكانيزم اكشن يقول لك مين دي يعكس الميكانيزم فهنا الحاجه الاستيرويد مش مفهوم قوي انا بقول لك ايه مين دي ستابيلايزيشن اوف سي دي زد يعني فاهم ورق بقى هو المهم والحقيقه انا ما بوصلش للخطوه دي عندي طريقه على الهلك كده علمت بيها كل العيانين اللي سيستم هايبر امسيس بسهوله شديده انا قلت لك المرض ده فرعنون ايتيولوجي يا ولاد فرعنون ايتيولوجي كل العيانين المصريين بيترعبوا من الاستيرويد هم مش عارفين بيترعبوا من ايه وبيسموه الكورتيزون يعني تحس كده اسم فيه ايه شبع حاجه كورتيزون فانا باجي للعيانه اللي خدت الكلام ده يومين ثلاثه لا لا عايزين الشطر وناكل بقى الله يا دكتور مش عارف لا مش ابن حلم احنا هنضطر كده ناخد كورتيزون سيبها وتمشي بقى انما هم اول ما يسمعوا كورتيزون تاكل وتشرب من الجسم العيانه لو خدت استيرويد كده بتبقى طولت قوي دي التوتال بارنترال نيوتريشن ركبتها بقى سنترال لاين وتمشي فيه ايموشن لو العيانه ريزيستنس لكل ده ونوت ريسبوندنج بنضطر ما هو يعني نلحقها بقى نعمل لها ترمينيشن اوف بريجنسي لان مش عايزين نطلع معاها ان شاء الله لو ابتدى يبقى فيها اورجن فيلير شكرا لكم Thank you.